السلام عليكم شباب. ان شاء الله النهارده هناخد اول سيستم عندنا، وهو البلوت سيستم. سيستم سهل ولذيذ، ان شاء الله هنخلصه بسرعه. في بس جزئيه كده كنت عايز افهمها لك. عايزك قبل ما تبدا اي ماده لازم تسال نفسك سؤالين: معنى الماده دي ايه؟ عايز اطلع منها بايه؟ طيب بالنسبه بقى للهيومن فيسيولوجي، ده عباره عن علم دراسه الاعضاء. لو بصيت على كلمه فيسيولوجي لوحدها هتلاقيها عباره عن كلمه لاتينيه بتتكون من مقطعين. اول مقطع وهو الفيزيس، ده عباره عن النيتشر بتاعه الحاجه، والاولوجي هو عباره عن الاستادي اوف. فمعنى الهيومن فيسيولوجي ده عباره عن علم بيدرس النيتشر بتاعه جسم الانسان، بيدرس الانتراكشن اللي ممكن تحصل ما بين الاعضاء، وبيدرس ازاي العضو ده بيشتغل. في الاخر خالص انت عندك شويه سيستم في جسمك، السيستمز دي بتتعاون مع بعضيها علشان تحافظ على البيئه الداخليه بتاعه الجسم وتخليه متوازن، يقدر يؤدي الفانكشن بتاعته. تمام كده؟ توازن البيئة الداخلية في جسم الإنسان حاجة بسميها الهوميوستاسيس. حاجة اسمها إيه؟ هوميوستاسيس. طيب إحنا هندرس إن شاء الله في الهيومن فيسيولوجي سبعة سيستم: بلاد سيستم، اندوكراين سيستم، اوتونوميك نيرفس سيستم، كارديو فاسكولار سيستم، ريسبيراتوري رينال دايجستيف سيستم. يبقوا كام كده؟ يبقوا سبعة. طيب شكل الامتحان بيكون عامل إزاي؟ الامتحان عندك مكون من جزئين او نوعين من الاسئله. اول نوع بيكون عباره عن 45 سؤال ام سي كيو عليهم 45 درجه. تاني نوع بيكون عباره عن سبع اسئله شورت نوت، لكل سيستم من دول عليهم سؤال. اول اربعه قلتهم بيكون عليهم السؤال فيهم ب 15 درجه. طيب الثلاثه اخرانيين لكل واحد فيهم سؤال ب 10 درجات. تمام كده؟ يلا بينا ندخل بقى بسرعه عشان ايه ما اطولش عليك. طيب البلد، البلد ده اخذنا في الترم الاول في الهيستولوجي ان هو عباره عن سبيشال تايب من الكونكتيف تيشو. فبيقول لك ده عباره عن سبيشال تايب من الكونكتيف تيشو، بيقدر ان هو يلف جسمك كله، يقدر ان هو يوصل الغذاء والاكسجين للخلايا. الخلايا بتاخد الحاجات دي تستهلكها في الحصول على طاقه وفي تجديد نفسها، في عمليه التكاثر وغيرها. تمام كده؟ تمام. يعني تقدر ان هي من خلال الحاجات تادي الفانكشن بتاعتها. ايوه كده، تقدر ان هي من خلال الحاجات تاخدها وتادي الفانكشن بتاعتها. طيب نقول تاني، البلد ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سبيشال تايب من الكونكتيف تيشو، بيقدر ان هو يلف جسمك كله، يوصل غذاء واكسجين للخلايا. من خلال الحاجات دي الخلايا بتاخدها وبتقدر ان هي تادي الفانكشن بتاعتها. طيب هنتكلم بقى عن الفيزيكال بروبرتيز او الخواص الفيزيائيه بتاعه الدم. هنبدا باول خاصيه وهي الكلر، اللون. بيقول لك ان الدم اللي ماشي في الارتري بيكون شايل اكسجين، فبسمي الهيموجلوبين اللي شايل اكسجين اوكسي هيموجلوبين، وده بيكون لونه برايت ريد، فبالتالي الارتريال بلاد هيكون لونه برايت ريد. طيب بالنسبه بقى للفينوس بلاد، بيقول لك ان الدم اللي ماشي في الفين بيكون شايل ثاني اكسيد الكربون، ساعتها هسمي الهيموجلوبين ده ريديوسد هيموجلوبين، وده بيكون لونه دارك ريد او احمر غامق. ممكن يصل في الاخر خالص ان لونه تحس ان هو بلو او لونه ازرق. فبيقول لك ان الفينوس بلاد بيكون لونه دارك ريد او بلو علشان فيه هيموجلوبين شايل ثاني اكسيد الكربون، زي ما قلت لك بيكون اسمه ريديوسد هيموجلوبين. طيب تاني خاصيه عندي من الخواص الفيزيائيه بتاعه البلاد وهي الفيسكوستي او اللزوجه. اللزوجه دي هي قدره السائل ان هو يتصب، فلو ما اتصبش هيقول ان هو اكتر لزوجه من غيره. يعني اللي بيتصب اكتر او اللي بيتصب بسرعه بيكون اقل لزوجه من غيره من السوائل. فبيقول لك ان احنا خدنا البلاد وقارناه بلزوجه الميه لقيناه خمس اضعاف. فبيقول لك ان المسبب للزوجه دي اللي هي الخمس اضعاف بتاعه الميه الار بي سيز او كرات الدم الحمراء، ودي بتشارك بقيمه ثلاثه، والبلازما بروتين او بروتينات اللي موجوده جوه البلازما بتشارك بقيمه اثنين. طيب اللزوجه دي مهمه في ايه؟ انا بحتاجها في ايه؟ اول حاجه بتحافظ على الارتيريال بلاد بريشر او ضغط الدم، بتحافظ عليه ثابت، وبتمنع الرابد اوت فلو بتاع البلاد ان هو ما يتزحلقش الدم كده بسرعه، لا ده يعمل حاجه اسمها بريفرال ريزيستنس، فبالتالي هيحافظ على الضغط بتاع الدم على الاوعيه الدمويه. مش بس كده، برضو يمنع لك خروجه من ايه؟ من البلاد فيزل بكل سهوله، ويمنع الاوديما وحاجات جدا مهمه ان شاء الله هناخدوها في البلازما بروتين. يبقى نقول بسرعه كده تاني سريعا، البلد ده عباره عن سبيشال تايب من الكونكتيف تيشو، بيقدر ان هو يلف جسمك كله،
يمد الخلايا بالغذاء والاكسجين. الكالر الارتيريال بلاد بيكون لونه برايت ريد علشان في اوكسي هيموجلوبين. الفينوس بلاد بيكون لونه دارك ريد او بلو علشان الريديوس دي هيموجلوبين. الفيسكوستي بتاعت البلاد 5 اضعاف. الار بي سيز بتشارك ب3، البلازما بروتين بتشارك ب2. الفيسكوستي دي يا سيدي مهمه جدا علشان تحافظ لي على الارتيريال بلاد بريشر، تمام كده. طيب هندخل على ثالث خاصيه من خواص الدم وهي البي اتش. البي اتش دي عباره عن سالب لوك تركيز الهيدرونيوم، وده عباره عن سكيل بقدر من خلاله احدد الحامضيه او القاعديه بتاعت الوصل اللي عندي. طيب بيقول لك يا سيدي لو بي اتش بتاعت الميديم اللي عندي 7، ساعتها هقول على الميديم ده نيوترال. لو كانت اقل من 7 فهقول على الميديم ده اسيديك ميديم. طيب لو كانت ازيد من 7 فهقول على الميديم ده بيزك ميديم، تمام كده. فبيقول لك ان البي اتش بتاعت الارتيريال بلاد 7.4، ممكن تزيد او تقل 2 من 100. طيب بالنسبه للفينوس بلاد، البي اتش بتاعت الفينوس بلاد ب7.38، ممكن تزيد او تقل 2 من 100. طيب استنتج ان الارقام دي ان البلاد اللي عندي سلايتلي بيزك، وان الارتيريال بلاد مور بيزك زين الفينوس بلاد، تمام كده. هندخل على رابع خاصيه عندنا وهي السبيسيفيك جرافتي. في الكتاب كان حاطط لي شويه ارقام كده ما فهمناش منهم اي حاجه، تمام. ان شاء الله هشرح لك يعني ايه سبيسيفيك جرافتي عشان بتحفظ ارقام وخلاص. بيقول لك يا سيدي ان السبيسيفيك جرافتي دي عباره عن الريشيو ما بين الدنسيتي بتاعه الماده الى الدنسيتي بتاعه الووتر. طالما قلت لك ريشيو يبقى السبيسيفيك جرافتي يونتليس، تمام كده. يبقى السبيسيفيك جرافتي اول حاجه عرفناها عنها ان هي ايه، يونتليس، ما بتلاقيهاش وحده. طيب بيقول لك يا سيدي ان السبيسيفيك جرافتي بتتناسب طرديا مع الدنسيتي بتاعه الماده. طيب مين يفتكر قانون الدنسيتي؟ الدنسيتي عباره عن الماس على الفوليوم، يعني الدنسيتي بتتناسب طرديا مع الماس، بتتناسب عكسيا مع الفوليوم. وكذلك برضو السبيسيفيك جرافتي تتناسب طرديا مع الماس وتتناسب عكسيا مع الفوليوم. طيب ندخل بقى على الارقام اللي عندنا دي. بيقول لك ان الوول بلاد السبيسيفيك جرافتي بتاعته 1060، لكن السيل بس ب 1090. يعني انت لو بصيت على السبيسيفيك جرافتي بتاعت السيل هتلاقيها اكبر من الوول بلاد، يعني كل البلاد ب 1060 لكن السيل اللي موجوده جواه ب 1090. ليه؟ بيقول لك ان السيل الفوليوم بتاعها اقل من الوول بلاد، وبالتالي السبيسيفيك جرافتي بتاعتها هتكون اعلى من الوول بلاد. ليه؟ لان السبيسيفيك جرافتي تتناسب عكسيا مع الفوليوم. طيب هندخل بقى على السبيسيفيك جرافتي بتاعت البلازما. السبيسيفيك جرافتي بتاعت البلازما ب 1030. ليه؟ لما تيجي توزن البلازما مش هتوزن معاك، مش تقيله، لانها ما بتحتويش على خلايا. البلازما دي عباره عن السائل اللي بيعوم فيه جميع المحتويات بتاعت الدم اللي عندي، استبينا كده. فهيكون الوزن بتاعها قليل، وبالتالي هتكون السبيسيفيك جرافتي بتاعتها قليله برضو. ليه؟ لان زي ما قلت لك ان السبيسيفيك جرافتي بتتناسب عكس طرديا ولا عكسيا، طرديا مع الماس. فكل ما الماس يقل السبيسيفيك جرافتي هتقل. طيب نعيد على السلايد بسرعه. البي اتش بتاعت الارتيريال بلاد 7.4، الفينوس بلاد 7.38، السبيسيفيك جرافتي بتاعت الوول بلاد 1060، بتاعت السيل 1090، بتاعت البلازما 1030، تمام كده؟ ايه البلازمايت؟ طيب بيقول لك يا سيدي ان البلاد فوليوم حوالي 5 لتر، من 5 ل 6 لتر. لو عايزه بالظبط هتقول ان هو تقريبا كده حوالي 7% من البادي ويت. يعني انت مثلا لو عندك واحد 100 كيلو، الدم اللي جواه 7 كيلو. تبدا ان انت بعد كده تقسم على السبيسيفيك جرافتي بتغيير الوحدات، بس هتغير الوحده دي اللي هي 7 كيلو هتغيرها مثلا للجرامات، وبعد كده تقسم على السبيسيفيك جرافتي اللي انا اعطيها لك فوق، هتقدر ان انت توصل للحجم بتاع الدم اللي موجود جوه جسم الانسان ده، تمام كده؟ تمام. في عندك حاجه اسمها انتي كواجولانت. الانتي كواجولانت دي حاجات تتحط على الدم علشان تمنع تجلطه. في عندك حاجه اسمها الهيبارين، ده بيتاخد اي في. في عندك الورفرين بيتاخد بالبق اورالي.
الاثنين دول طالما بيدخلوا جسم الانسان بسميهم ان فيفو. الحاجه جوه جسم الانسان اسمها ان فيفو. طيب في عندك بقى صوديوم سيتريت وصوديوم اوكساليت، دول بيتحطوا على العينات يعني بره الجسم فبسميهم ان فيترو. بيقول لك كمان ان البلاط تقدر تقول كده ان هو حوالي 75% منه ار بي سيز وحوالي 55% منه بلازما. بقيه المكونات صغيره جدا ما نقدرش ان احنا نحسبها، تمام؟ تقدر تقول ان هي مهمشه، لكن لو بصيت هتلاقي ان مينلي 45% منه ار بي سيز و55% منه بلازما، تمام كده؟ طيب هيدخل ان شاء الله على تاني عنوان عندنا وهو البلازما. طيب كنت عايز اعرف يعني ايه بلازما. البلازما دي عباره عن محلول بيعوم فيه جميع محتويات الدم. فبيقول لك ان البلازما دي عباره عن a remarkable solution containing numerous ion and inorganic and organic molecules that aid the transport of other substances. طيب قسم لي بقى التعريف ده وفهمولي كده واحده واحده. بيقول لك ان البلازما دي عباره عن remarkable solution، عباره عن محلول. طيب النسبه الاكبر في المحلول بتبقى للسولفنت، فبيقول لك ان البلازما 90% منها عباره عن ووتر، بتحتوي على نمرس ايون، تحتوي على ايونات كتير جدا دايبه جوه الووتر دي. شبه ايه كده؟ شبه الصوديوم والكلورايد والكالسيوم والبوتاسيوم. طيب وبتحتوي برضو على ان اورجانيك مولكيول. شبه ايه الان اورجانيك مولكيول دي؟ بيقول لك الان اورجانيك مولكيول دي عباره عن مواد ما بلاقيش في الاستراكشر بتاعها كربون. شبه ايه كده؟ شبه الصوديوم والكلورايد والكالسيوم والبوتاسيوم. طيب وبلاقي برضو اورجانيك مولكيول. ايه هي الاورجانيك مولكيول؟ دي عباره عن مواد بلاقي في الاستراكشر بتاعها كربون. شبه ايه كده؟ شبه ماده اسمها الالبيومين، دي بتساعد لي على نقل بعض المواد المهمه. ناخد بقى التعريف على بعضه. دي عباره عن remarkable solution containing numerous ion and inorganic and organic molecules that aid the transport of other substances. طيب بالنسبه لحجم البلازما جوه جسمك فبيقول لك دي حوالي 3 لتر. طيب هندخل على اخر حاجه في السلايد دي وهي constituent of بلازما. زي ما اتفقنا ان الووتر بيمثل حوالي 90% من البلازما، وبتحتوي برضو على ان اورجانيك كونستيتوينت شبه ايه؟ شبه الصوديوم والكلورايد والكالسيوم والبوتاسيوم، وبتحتوي على اورجانيك كونستيتوينت بيمثل حوالي 9% من البلازما. طيب الاورجانيك كونستيتوينت دي منقسمه لحاجتين، البلازما بروتين بتمثل حوالي 7% من البلازما، في حاجتين تانيين النيوترينت اللي هي المغذيات شبه الجلوكوز وغيره كده والامينو اسيد، دي لما بتستهلكها بتطلع الوست برودكت. الاتنين دول على بعضهم بيمثل لي حوالي 2%، تمام كده؟ طيب نعيد السلايد بسرعه بقى. البلازما عباره عن remarkable solution containing numerous ion and inorganic and organic molecule that aid the transport of other substances. الفوليوم بتاع البلازما حوالي 3 لتر. الكونستيتوينت بتاع البلازما 90% ووتر، 1% inorganic شبه ايه كده؟ شبه الصوديوم والكلورايد والكالسيوم والبوتاسيوم. طيب ثالث محتوى من محتويات البلازما هو الاورجانيك كونستيتوينت، وبينقسم لحاجتين، البلازما بروتين 7%، نيوتريانت ووست برودكت 2%. يلا اقلب السلايد. البلازما بروتين او البروتينات الموجوده جوه البلازما دي تركيزها حوالي كده من 7 ل 9 جرام لكل ديسيلتر. لو قال لك من 7 ل 9 جرام لكل ديسيلتر صح، ولو قال لك من 7 ل 9 جرام لكل 100 مللي صح، الديسي هو ال 10. فانت لو حسبتها كده هتقسم ال 1000 على 10 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 100. فهي هي يوم ما يقول لك من 7 ل 9 جرام لكل 100 مللي او من 7 ل 9 جرام لكل ديسيلتر. وخلي بالك هو بيلعب اكتر في الملي جرام، يعني ممكن يقول لك من 7 ل 9 مللي جرام، قول له غلط، من 7 ل 9 جرام لكل ديسيلتر. تمام كده؟ بتتكون فين؟ بتتكون في الليفر وبتتكون في الليمفويد تيشو. بالنسبه للليفر بيكون حوالي 5 حاجات كده، هم اكتر من كده بس احنا هناخد 5 بس. عندك الالفا والبيتا جلوبيولين، ودول شغالين ككارير، بيشيلوا المواد، بيشيلوا الهرمونات، بيشيلوا الدراج. في عندك الالبيومين، وده الموست كومون بلازما بروتين، وبرده شغال ككارير. الفيبرينوجين مسؤول عن الفيسكوستي ومسؤول عن الكلوتينج. البروثرومبين مسؤول عن الكلوتينج، ده عامل من عوامل التجلط هو والفيبرينوجين. طيب الليمفويد تيشو، الليمفويد تيشو دي مسؤوله عن تصنيع الانتي بوديز اللي هي الجاما جلوبيولين اللي هي الاجسام المضاده، تمام؟ يبقى الليمفويد تيشو هي اللي بتصنع الجاما جلوبيولين، او نقدر نقول عليها الانتي بوديز، تمام كده؟ تمام.
بيقول لك ان البلازما بروتين دي بتتحلل والخلايا ممكن تاخد منها وتكسرها علشان تحصل على امينو اسيد، وتلاقي الليفر كون لك غيرها. فبيقول لك ان هي دايناميك نوت ستاتيك، واخد لي بالك؟ يعني بتتكرر او بتتكسر وبيتصنع غيرها، بتتكسر وبيتصنع غيرها وهكذا. فبيقول لك ان هي دايناميك نوت ستاتيك، تمام كده؟ في السلايد دي ان شاء الله هنتكلم عن الفانكشن بتاعت البلازما بروتين. في الامتحان لو جاب لك الفانكشن بتاع البلازما بروتين هيطلب منك 4 فانكشن بس، وهيطلب معاها التايب اوف ايه؟ بلازما بروتين. طيب بالنسبه للتايب هنجيبوها منين؟ من السلايد اللي فاتت. طيب الفانكشن بتاعت البلازما بروتين، احفظ السلايد دي بس، تعتبر هي اهم واسهل سلايد، موجود فيها الاربعه فانكشن اهم زي ما قلت لك. هتكتب له السلايد دي بس وهتكتب له التايب من السلايد اللي فاتت. طيب هنبدأ بأول وظيفة عندنا للبلازما بروتين، وهي بروتين ميتابوليزم. حضرتك لما بتاكل بروتين بيتحول لأمينو أسيد، فبيبتدي الليفر ياخد الأمينو أسيد ده ويكون منه البلازما بروتين. البلازما بروتين بتمشي عندك في الدم. طيب لو التيشو احتاج عندك لأمينو أسيد معين، فبيقدر إن هو ياخد البلازما بروتين دي يستهلكها ويطلع منها الأمينو أسيد اللي هو محتاجه. فبيقول لك ان اول وظيفه للبلازما بروتين ان هي بتعمل لك تمثيل غذائي للبروتين، تمام كده؟ تمام. هندخل على تاني وظيفه عندنا وهي البلاد كواجيوليشن، اللي هو تجلط الدم. بيقول لك ان في بعض البلازما بروتين بسميها كلوتينج فاكتور. الكلوتينج فاكتور دي بتساعد لي على تجلط الدم. شبه ايه كده؟ شبه حاجه عندي اسمها بروثرومبين والفيبرينوجين، الاثنين دول عباره عن بلازما بروتين بيساعدولك على تجلط الدم. هناخد ان شاء الله الميكانيزم ده بعدين، مش عايزك تبقى مهتم بالميكانيزم اللي بيعمل بيه بلاد كواجيوليشن. انا عايزك تعرف ان في تو بلازما بروتين شبه البروثرومبين والفيبرينوجين بيساعدولك على البلاد كواجيوليشن. طيب هندخل على تالت وظيفه وهي الاميونيتي انتي بودي. بيقول لك ان في حاجه عندي اسمها الجاما جلوبيولين، ده يعتبر انتي بودي بيمسك في المايكرو اورجانيزم او الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم والتوكسينز اللي بتفرزها وبيقضي لي عليهم. بيقول لك ان البكتيريا او الفيروس لما بيدخل جسم حضرتك بيفرز بعض السموم، السموم دي هي اللي بتؤدي لي الى المرض اللي بيسببه البكتيريا او الفيروس. فالجاما جلوبيولين بتمسك في الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم ده بتقضي عليه، وبتمسك في التوكسينز اللي افرزته وبتقضي عليها، تمام كده؟ تمام. هندخل على رابع وظيفة للبلازما بروتين وهي transport of important substance، بتنقل لي بعض المواد المهمة. شبه ايه كده؟ شبه بعض الهرمونات، شبه الثيرويد هرمون والادرينال هرمون والجونادال هرمون. شبه ايه الجونادال هرمون كده؟ دي هرمونات الخصية وهرمونات الاوفري، تمام كده؟ طيب لما بتمسك فيهم بتكبر الحجم بتاعهم، فبتمنع لي الرابيد اكسكريشن ثرو ذا كدني، بتمنع خروجهم عن طريق الكيدني. بيقول لك كمان ان هما بيمسكوا في بعض الميتال، شبه ايه كده؟ شبه الايرن، وبتمسك كمان في شويه فاتي اسيد وامينو اسيد وشويه انزيمات ودراج. شبه ايه اللي بيمسك في الدراج كده؟ نوع من البلازما بروتين اسمه الالبيومين، بيمسك في الحاجات دي فبيمنع برضو الرابيد اكسكريشن ثرو ذا كيدني. نعيد عليهم بسرعه بقى. اول وظيفه للبلازما بروتين هي بروتين ميتابوليزم. بيقول لك ان البلازما بروتين ار يوزد باي ذا تيشو. طيب تاني وظيفه هو البلاد كواجيوليشن. بيقول لك ان في بعض البلازما بروتين بسميها كلوتينج فاكتور شبه البروثرومبين والفيبرينوجين، بيساعدوا لي على البلاد كواجيوليشن. تالت وظيفه هي الاميونيتي انتي بودي. في حاجه اسمها الجاما جلوبيولين، بقول عليها ان هي انتي بودي، اول ما بتشوف مايكرو اورجانيزم عندي بتديلي عليه هي والتوكسينز بتاعتها، تمام كده؟ تمام. رابع وظيفة بتنقل لي بعض المواد المهمة شبه الثيرويد وشبه الأدرينال وشبه الجونادال هرمون، وبتمنع لي الرابيد اكسكريشن ثروزا كدني، بتمسك برضو في بعض الميتال شبه الأيرن، وبتمسك في الفاتي أسيد وبتمسك في الأمينو أسيد والإنزيمات والدراج، فبتمنع برضو الرابيد اكسكريشن ثروزا كدني، تمام كده؟ يلا اقلب السلايد. طيب هندخل على خامس وظيفة من وظائف البلازما بروتين وهي ريجوليشن اوف بلاد فوليوم. طيب البلازما بروتين بتحافظ ازاي على البلاد فوليوم؟ في الاول كده ان شاء الله هنشرح لك حاجه اخدناها السنه اللي فاتت، هنبني عليها الاساس
بتاع regulation of blood volume. بيقول لك يا سيدي انا لو حطيت محلول عالي التركيز اللي هو المحلول رقم A ومحلول منخفض التركيز اللي هو المحلول رقم B وما بينهم غشاء شبه منفذ، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عندي ان المحلول رقم A بيبتدي يبعت جزيئات ملح للمحلول رقم B، والمحلول رقم B بيبتدي يبعت جزيئات ميه للمحلول رقم A علشان يعمل دايليوشن للمحلول رقم A. تمام كده؟ تمام. فبيقول لك يا سيدي انتقال الميه من المحلول رقم B للمحلول رقم A اسمها ايه؟ اوزموزيس او الاوزموتيك فلو. طيب انتقال الملح من المحلول رقم A للمحلول رقم B اسمها ايه؟ ديفيوجن او الانتشار. فبيقول لك يا سيدي لو جزيئات المحلول رقم A كبيره مش هتقدر تعدي من الغشاء الشبه منفذ ده، فبتحصل عمليه واحده بس هي الاوزموزيس او الاوزموتيك فلو، اللي هي انتقال الميه من البي للاي. فبلاقي عمود الميه اللي عندي ده ارتفع زي ما حضرتك شايف كده. طالما عمود الميه ارتفع معنى كده ايه؟ معنى كده انتقل ميه للمحلول رقم A، ومعنى كده برضو ان البريجر اللي ضاغط على المحلول رقم A قل. ليه بيقل؟ لان عمود الميه ارتفع وبالتالي قل الضغط بتاع عمود الهواء. الضغط الجوي زي ما احنا عارفين هو عبارة عن ايه؟ هو عن عمود الهواء اللي ضاغط على الحاجة اللي عندي دي. فيوم مرفع الحاجة دي العمود بتاع الهواء هيقل. فبيقول لك ساعتها ان البريجر اللي ضاغط عليه ده بسميه الاوزموتيك بريجر. يوم ما يكون الاوزموتيك بريجر اقل من الضغط الجوي اقدر اقول ان المحلول ده بيسحب ميه. تمام كده؟ هنتكلم بقى عن البلازما بروتين. فبيقول لك ان البلازما بروتين يا سيدي عندها اوزموتيك بريشر اقل من الضغط الجوي، استنتج من كده ايه؟ انها بتسحب ميه. وبيقول لك كمان انها بتفضل جوه البلاد فيزل، ما بتقدرش تطلع بره البلاد فيزل، فبتفضل جوه البلاد فيزل وبتسحب لي الميه لداخل البلاد فيزل، وبالتالي ما بتسمحش بخروج الدم خارج البلاد فيزل، فبتحافظ لي على البلاد فوليوم ثابت. نقول تاني، بقول لك ان البلازما بروتين عندها اوزموتيك بريشر 25 ملم زئبق اللي هو بيكون اقل من الضغط الجوي، وبيقول لك ان البلازما بروتين ما بتقدرش تعدي من البلاد فيزل، فبتفضل جوه البلاد فيزل وبتسحب لي الميه. تمام كده، اقلب السلايد. طيب هندخل بقى على سادس وظيفه للبلازما بروتين وهي البفرنج اكشن. طيب كنت عايز اعرف يعني ايه بفر. بيقول لك البفر دي عبارة عن مادة بحطها في الميديم اللي عندي علشان تحافظ لي على البي اتش ثابتة. فبيقول لك يا سيدي ان البلازما بروتين بتشارك بحوالي 15% من البفرنج باور. تمام كده، فبتحافظ لي على البي اتش بتاعت الميديم ثابتة. طيب هندخل بقى على سابع وظيفة وهي الأخيرة وهي ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. بيقول لك ان البلازما بروتين بتحافظ لي على ضغط الدم ثابت. في الاول خالص بيقول لك ان الفيسكوستي دي هي اللي بتحافظ لي على الارتيريال بلاد بريشر. وبيقول لك اللي بيشارك في الفيسكوستي بتاعه البلاد حاجتين، ميلي الار بي سيز وبعد كده البلازما بروتين. فالبلازما بروتين بتشارك في الفيسكوستي بتاعه البلاد وبالتالي بتحافظ لي على الارتيريال بلاد بريشر. بيقول لك يا سيدي طول ما البلاد فيسكوس هيمنع الاوت الرابد اوت فلو بتاعه، يعني سرعة سريان الدم، الدم مش هيجري في البلاد فيزل، وبالتالي هيحافظ لي على الارتريال بلاد بريشر. ده باختصار بسيط جدا. طيب نعيدهم تاني بقى بسرعة. بيقول لك يا سيدي سادس وظيفة عندنا للبلازما بروتين هي البفرنج اكشن. البلازما بروتين بيشارك بحوالي 15% من البفرنج باور، فبيحافظ لي على البي اتش بتاعت الميديم ثابتة. سابع وظيفة عندنا والاخيرة هي ريجوليشن اوف ارتريال بلاد بريشر. الارتيريال بلاد بريشر بتتوقف على الفيسكوستي اللي بيشارك فيها حاجتين، الار بي سيز والبلازما بروتين. بيقول لك ان الفيسكوستي دي بتمنع الرابت اوت فلو اللي هي سرعه سريان الدم، وبالتالي بتحافظ لي على الارتيريال بلاد بريشر. تمام كده، يلا قلب السلايد. طيب هنتكلم عن الريد بلاد سيلز او الريد بلاد كورباسلز، ليه اسم تاني اسمها الاريثروسايتس. دي سيدي بتشيل الهيموجلوبين اللي بيساعد على نقل الاكسجين. بيقول لك ان نسبتها بتساوي حوالي 45% من حجم الدم، النسبه دي بسميها هيماتوكريت فاليو.
بيقول لك كمان الاستراكشر بتاعها زي ما انت شايف كده، بتلاقيها باي كونكيف ديسك، بتلاقيها مكعرة من الناحيتين وبتتصنع في بون مارو. في الأول خالص بيكون عندها نواة، بتفقد النواة بتاعتها قبل ما تدخل السيركيوليشن. بيقول لك تقريبا كده بتقعد حوالي 120 يوم في الدم، هي دي اللايف سبان بتاعتها. 120 يوم دول ممكن يبقى 4، يعني ممكن نقدر نقول عليهم إن هم 4 شهور. قالوا قبل كده في امتحان 2016 قال لهم إن اللايف سبان بتاعت الأر بي سيز نقط، وكان كاتب لهم اختيارات كتير من ضمنها 3 شهور وأربع شهور، هنختار 4 شهور. بيقول لك إن الأفريج فاليو بتاعت الأر بي سيز حوالي كده 5 مليون خلية أو 5 مليون كورباسل لكل مايكرو لتر. في الرجالة هتلاقيها بتعلى شوية، هتلاقيها 5 و4 مليون. في الستات هتقل شوية، هتلاقيها حوالي 4 و8 مليون. تمام كده، ندخل على اللي بعده. طيب اتكلمنا في السلايد اللي فات يا شباب عن حاجة اسمها الهيموجلوبين، وعرفنا ان الهيموجلوبين دي عبارة عن صبغة موجودة على سطح كرات الدم الحمراء، هدفها الأساسي هو نقل الغازات من وإلى الخلية. طيب السلايد دي إن شاء الله هنكمل كلامنا عن الهيموجلوبين. هنبدأ بأول حاجة وهي الكونسنتريشن إن بلاد. كنت عايز أعرف تركيز الهيموجلوبين في الدم، فبيقول لك تركيز الهيموجلوبين في الأدلت مان هو 16 جرام لكل ديسيلتر، لكن في الأدلت وومن هو 14 جرام لكل ديسيلتر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني انا لو جبت ديسيلتر اللي هما ال 100 مللي وطلعت الهيموجلوبين اللي جواهم ووزنتهم، هلاقيهم 16 جرام في الادلت مان لكن 14 جرام في الادلت وومن. ليه بلاقيهم اقل في الومن؟ لان عدد كرات الدم الحمراء في الومن بتكون اقل من الادلت مان. تمام كده، تمام. نركز بقى مع بعضينا في الرسمه اللي قدامك دي. فالرسمه اللي قدامك دي بيوضح لك الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين. فبيقول لك ان الهيموجلوبين بيتكون من حاجتين اساسيتين، حاجه اسمها الهيم فراكشن وحاجه اسمها جلوبين فراكشن. هنبدا باول حاجه عندنا وهي الهيم فراكشن. بيقول لك يا سيدي ان الهيم فراكشن دي بتقدر تشيل 1 مولوكيول اوف اكسجين، وبيقول لك كمان ان انا عندي 4 هيم فراكشن، فبالتالي الهيموجلوبين بيقدر يشيل 4 مولوكيول اوف اكسجين. بيقول لك كمان يا سيدي ان كل هيم فراكشن من دول بتتحوط بحاجه اسمها جلوبين فراكشن. ايه هو الجلوبين فراكشن ده؟ ده عباره عن بروتين بيحوط لي الهيم فراكشن. في منه نوعين، نوع اسمه الفا وده في منه 2، ونوع اسمه بيتا وعددهم 2. يبقى انا عندي كام كده؟ 4 جلوبين فراكشن، كل جلوبين فراكشن بتحوط لي الهيم فراكشن. تمام كده، تمام. بيقول لك يا سيدي ان اي خلل في الجلوبين فراكشن ده ساعتها الهيموجلوبين ما بيقدرش يؤدي الوظيفه بتاعته. احنا كده خلصنا السلايد، نراجع عليها بسرعه بقى. الهيموجلوبين دي عباره عن صبغه موجوده على سطح كرات الدم الحمراء، هدفها الاساسي هو نقل الغازات من والى الخليه. الكونسنتريشن بتاعها في البلد في الادلت مان 16 جرام لكل ديسيلتر، لكن في الادلت وومن 14 جرام لكل ديسيلتر. الهيموجلوبين بيتكون من حاجتين اساسيتين، حاجه اسمها هيم فراكشن. الهيم فراكشن بتقدر تشيل 1 مولوكيول اوف اكسجين وعددهم 4، وبالتالي الهيموجلوبين بيقدر يشيل 4 مولوكيول اوف اكسجين. بيقول لك يا سيدي ان كل هيم فراكشن من دول بتتحوط بحاجه اسمها جلوبين فراكشن، دول برضو عددهم 4، في منهم نوعين، نوع اسمه الفا ونوع تاني اسمه بيتا. الالفا ده عددهم 2 والبيتا برضه عددهم 2. بيقول لك ان اي خلل في الجلوبين فراكشن ده هينتج عنه خلل في عمل الهيموجلوبين، وبالتالي الهيموجلوبين مش هيقدر يشتغل لو حصل اي خلل في الجلوبين فراكشن. تمام كده، تمام. ايه اللي بالسلايد؟ طيب هنتكلم في عنوان جديد ان شاء الله وهو الاريثروبويسيس. الاريثروبويسيس ده عباره عن تصنيع كرات الدم الحمراء. تمام كده، formation of RBCs. في عندك تقريبا حوالي 5 عوامل هنتكلم عنهم. اول حاجه هرمون بسميه الاريثروبويتين، تاني هرمون عندك هو نيوتريشنال فاكتور او العوامل الغذائيه اللي بتاثر على تصنيع كرات الدم الحمراء، تالت حاجه الهرمونات، رابع حاجه الليفر، خامس حاجه البون مارو. يلا بينا.
طيب هنبدأ بأول حاجة وهي الدور بتاع الإريثروبويتين في تصنيع الـ RBCs. بيقول لك يا سيدي، يوم ما كمية الأكسجين في الجو تقل اللي بيحصل إيه؟ بلاقي إن كمية الأكسجين اللي وصلت للتش قليلة، فبيسبب لي حالة اسمها هايبوكسيا اللي هي حالة نقص الأكسجين. تمام كده؟ تمام. بيبدأ يا سيدي إن التش يبعت إشارة للكدني والليفر إن هم ينتجوا هرمون بسميه إيه؟ الإريثروبيوتين. ده عبارة عن جلوكوبروتين هرمون بيتفرز من الكدني ومن الليفر. بيبدأ إن الهرمون ده يروح للبون مارو يحفزه إن هو ينتج RBCs، فبالتالي هيزود عدد النواقل اللي بتنقل الأكسجين للتشو، فتقريبا هيقدر إن هو يتغلب على المشكلة دي. بعد الموضوع يرجع لطبيعته ونسبة الأكسجين ترجع زي ما هي، بلاقي إن الموضوع ده توقف. ليه بيتوقف؟ علشان ما يزودش الفيسكوستي بتاعة البلد ويسبب ارتفاع في ضغط الدم، فبتلاقي الموضوع راجع لطبيعته عادي وبقى ايه، ومبقاش يصنع كمية كرات دم حمراء أزيد من حاجته. تقول تاني بسرعة كده بس، يوم ما كمية الأكسجين تقل بلاقي إن تيشو بعت إشارة للكيدني والليفر إن هما ينتجوا الإريثروبيوتين، فالإريثروبيوتين بيطلع للبوم مارو يأمره إن هو يصنع RBC زيادة. بيقولك إن الإريثروبيوتين بيتفرز من حتتين، الكيدني بنسبة 90% والباقي بيتفرزوا منين؟ من الليفر اللي هو 10%. بمجرد ما الموضوع ده يروح لحاله او الهايبوكسيا دي تختفي، بلاقي ان الموضوع رجع لطبيعته تاني ومبقاش البوم مارو يزود عدد الار بي سيز اللي بينتجها. تمام كده؟ ندخل بقى على بعده. طيب تاني فاكتور بيأثر على تكوين الار بي سيز وهو النيوتريشنال فاكتور. جالهم في 2017 سألهم على النيوتريشنال فاكتور اللي بتأثر على تصنيع الار بي سيز. اول حاجة ان شاء الله هنتكلم عنها وهي البروتينات. بيقول لك ان الانيمال بروتين يفضل عن البلانت بروتين اللي هي شبه البقوليات والحاجات كده. ليه؟ علشان الانيمال بروتين بلاقي فيه اسينشال امينو اسيد، وده نوع من الامينو اسيد يعني لا بيتخزن ولا بيتصنع في جسمك، فلازم تحصل عليه من مصدر خارجي. شبه ايه كده؟ شبه اللحوم الحمراء مثلا، وشبه الكبده، وشبه الكلاوي وكده. طيب بالنسبه بقى لتاني فاكتور بيأثر على تصنيع الار بي سيز وهو الايرون، الحديد. ده يا سيدي المسؤول عن تكوين الهيم بارت من الهيموجلوبين، ولو جينا بصينا لنسبته في الجسم بتوزع حوالي 70% منه موجودين في الهيموجلوبين، 3% منه موجودين في العضلات، والباقي موجودين بقى في بقية الخلايا وموجودين في الهيباتوسايت اللي هي ايه، الكبدة. فعشان كده مثلا لما تلاقي واحد مثلا عنده انيميا يقول لك خد حتة لحمة حمراء، خد لك حتة كبدة اشويها، خلي بالك. بيقول لك كمان ان هو بيمتص في الفيروس ستيت بس، وبيسهل امتصاصه اي حاجه حامضيه. يقول لك مثلا اشرب معاه كوبايه ليمون، يقول لك خلي بالك ما تاخدوش على معده فاضيه، مع ان امتصاصه بيأثر على معده فاضيه بس بيسبب اريتيشن، فيقول لك خده مثلا ايه وسط الاكل، فده ممكن يقلل الاريتيشن شويه اللي بيسببه. تمام كده؟ طيب بالنسبه للفيتامينات، عندك فيتامين بي 12 وعندك الفوليك اسيد، الاتنين دول على بعضيهم بسميهم الماتيوريشن فاكتور، بيسهلوا عملية الماتيوريشن أو نضج الـ RBCs. طيب بيقول لك إن الفوليك أسيد بيسهل أو بيصنع الـ DNA، فالفوليك أسيد ده بيسهل عملية الـ DNA synthesis أو بيساعد في عملية إيه، تصنيع الـ DNA، فبالتالي بيسهل عملية الماتيوريشن بتاعة الـ RBCs. بيقول لك إن فيتامين B12 علشان يمتص لازم يتفرز من المعدة حاجة اسمها الـ intrinsic factor. الانترنسيك فاكتور او العامل الداخلي ده من غيره الفيتامين بي 12 مش هيمتص، بيبدا ان هو يمسك فيه لحد ما يوصله للاليوم او الامعاء عامه، ويبدا ان هو يمتص هناك. تمام كده؟ فلازم الانترنسيك فاكتور يكون موجود. الانترنسيك فاكتور ده بيتفرز من المعده، فاي مشاكل في المعده بنبدا ان احنا ندي الشخص ده الفيتامين بي 12 كحقن مثلا، علشان بيحصل فيه خلل في امتصاص الفيتامين بي 12. طيب بالنسبة للفيتامين سي، الفيتامين سي ده عامة بيأثر على كل التيشو اللي موجودة في جسمك، بيأثر عامة على النمو بتاع كل الخلايا بما فيهم ايه، بما فيهم البوم مارو، فبالتالي هيزود السيلز بتاعة البوم مارو وهيزود تصنيع الار بي سيز. اخيرا هنتكلم عن الكبر والكوبالت، ركز علشان بيشقلب لك ما بينهم، يشيل لك مثلا الكوبالت ويحط لك الايرن، عايزك تركز. هنتكلم عن الكبر والكوبالت، دول يا سيدي شغالين كاتاليست علشان اصنع الهيموجلوبين. فيها حاجه كده؟
هتاخد 15 درجة علشان تكتب الأربع حاجات دول. الموضوع سهل. نقول تاني بسرعة، البروتين يفضل الأنيمال بروتين عشان بيكون فيه essential amino acid، الأيرن هو المسؤول عن تصنيع الهيم بارت، 70% منه موجودين في الهيموجلوبين، 3% منه موجودين في العضلات اللي هي المايوجلوبين. بالنسبة للباقي بقى موجودين فين؟ موجودين في خلايا الكبد وبقية الخلايا، بيمتص في الفيرست ستيت بس وبيمتص من الديودنم. طيب الفيتامينات، فيتامين B12 والفوليك اسيد بسميهم ماتيوريشن فاكتور. الفوليك اسيد بيساعد في عملية الدي ان اي سينسز او تصنيع الدي ان اي، فبيسهل عملية الماتيوريشن. الفيتامين B12 علشان يمتص لازم يتفرز من المعدة حاجة اسمها الانترنسيك فاكتور. طيب الفيتامين سي بيساعد على نمو جميع التشو الموجودة في جسمك بما فيهم الار بي سيز، الريد بون مارو سوري، فبالتالي لما يساعد على تصنيع الريد بون مارو او زيادة تصنيع او زيادة خلايا بتاعة الريد بون مارو، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هو هيزود عدد الار بي سيز اللي بتتكون. الكبر والكوبالت اخيرا بيستخدموا ككاتاليست في تصنيع الهيموجلوبين. تمام كده، ندخل على اللي بعده. طيب هندخل على ثالث عامل بيأثر على تكوين كرة الدم الحمراء وهو الهرمونات. بيقول لك يا سيدي ان مفيش ولا هرمون عندك سبيسيفيك علشان يكون كرات دم حمراء ما عدا هرمون واحد اللي هو الاريثروبويتين. بيقول لك كمان ان في هرمونات بتساعد على تكوين كرات الدم الحمراء شبه الثيروكسين وشبه التستوستيرون. فبيقول لك لما يحصل ديفيشنسي في الثيروكسين لمده طويله بيسبب انيميا. وبيقول لك كمان ان الميل اندروجين اللي هو التستوستيرون بيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء. طيب هندخل على رابع حاجه وهي الليفر. زي ما اخدنا ان الليفر بيكون الارثروبيوتين، بيكون حوالي 10% من الارثروبيوتين، وكمان برضو الليفر بيخزن لي بعض العناصر اللي بتساعد على تكوين كرات الدم الحمراء شبه الايرن والكبر والفيتامين بي 12 والفوليك اسيد اللي هو الفيتامين بي 9. طيب هندخل على خامس حاجه وهي الاخيره وهي البون مارو. زي ما احنا عارفين ان البون مارو ده هو عباره عن المصنع اللي بيكون فيه كرات الدم الحمراء، فلما يحصل له ديستراكشن بيحصل عندي انيميا. اسم الانيميا دي ابلاستيك انيميا. ايه هي الابلاستيك انيميا؟ دي انيميا بتنتج لما بيحصل ديستراكشن للبون مارو. طيب نراجع على السلايد بسرعه. بيقول لك يا سيدي الهرمونات بتساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، مفيش ولا هرمون سبيسيفيك ما عدا الارثروبيوتين. الثيروكسين لما يحصل فيه ديفيشنسي بيسبب لك انيميا. الميل هرمون او الاندروجين بيعمل لك ايه؟ بيحفز لي تكوين كرات الدم الحمراء. طيب بالنسبة للرابع عامل عندنا وهو الليفر. الليفر بيكون لي اريثروبيوتين وبيخزن لي الايرن والكبر والفيتامين بي 12 والفوليك اسيد. بالنسبة للبون مارو زي ما انتم عارفين ان البون مارو ده عبارة عن المصنع اللي بيكون كرات دم حمراء، ولما يحصل فيه ديستراكشن بيعمل لك حاجة اسمها ابلاستيك انيميا. يلا اقلب السلايد. طيب ركزوا معايا شوية، ان شاء الله في السلايد دي هناخد حاجة اسمها انيميا. الانيميا دي يا سيدي ليها تعريفين. اول تعريف هو الديفيشنسي اوف ريد بلاد سيلز، بيحصل نقص في كمية كرات الدم الحمراء. وليها تعريف تاني بيقول لك يا سيدي ان الهيموجلوبين تركيزه بيقل 2 جرام عن التركيز الطبيعي، فبيكون في الراجل 14 جرام لكل ديسلتر او اقل من كده، وبيكون في الانثى 12 جرام لكل ديسلتر او اقل من كده. فساعتها بقول على الشخص ده انه عنده انيميا. تمام. هندخل على الكوزز او التايب بتاعه الانيميا. اول سبب من اسباب الانيميا هي اللوز اوف ريد بلاد سيلز، انك بتفقد كميات كبيره من الدم، وساعتها بسمي الانيميا دي بلاد لوز انيميا. طيب تاني سبب هو ديستراكشن اوف ريد بلاد سيلز، بتبتدي كرات الدم الحمراء تتحلل، وساعتها بسمي الانيميا دي هيموليتيك انيميا. طيب بالنسبه لتالت واخر سبب للانيميا هو ديكريزد برودكشن اوف ريد بلاد سيلز باي البون مارو. النخاع اللي موجود جوه في عظمك بيتاثر ببعض الكيماويات وبعض الاشعاعات، فبيقل كميه الار بي سيز اللي بتتكون منه. تمام كده، نراجع على السلايد بسرعه. الانيميا هي عباره عن deficiency of red blood cells او التركيز بتاع الهيموجلوبين بيقل 2 جرام عن الطبيعي.
الاسباب بتاعتها هي لوز اوف ريد بلاد سيلز، وساعتها بسمي الانيميا دي بلاد لوز انيميا، او ديستراكشن اوف ريد بلاد سيلز، وساعتها بسمي الانيميا دي هيموليتيك انيميا. تالت سبب والاخير هو ديكريزد برودكشن اوف ريد بلاد سيلز باي بوم مره. تمام كده، اقلب السلايد. طيب نبتدي نشرح بقى اسباب الانيميا. هنبتدي باول سبب عندنا وهو اللوز اوف ريد بلاد سيلز او البلاد لوز انيميا. بيقول لك يا سيدي ان ممكن يحصل فقد فقرات الدم الحمراء عن طريق حاجتين، اكيوت لوز اوف ريد بلاد سيلز او كرونيك لوز اوف ريد بلاد سيلز. هنبدا باول حاجه اللي هو اكيوت لوز اوف ريد بلاد سيلز. ممكن يحصل اكيوت لوز اوف ريد بلاد سيلز عن طريق السادن هيموراج. يعني ايه اكيوت اصلا؟ يعني بتفقد كميه دم كبيره جدا بس في وقت صغير. ده بيحصل امتى؟ لما تتعرض لجرح مفاجئ، سادن هيموراج يعني نزيف مفاجئ، واخد لي بالك انت؟ بتقعد تنزف مده كده كميه دم كبيره، وبعد كده بيحصل ايه؟ بلاد كلوتنج، وبيتقفل مكان الجرح ده. طيب بالنسبه لتاني جزئيه وهو الكرونيك لوز اوف ريد بلاد سيلز. يعني ايه كرونيك؟ كرونيك ده مزمن. يعني ايه مزمن برضو؟ يعني بيحصل فقد الكميه صغيره جدا من الدم بس لفترات كبيره. شبه ايه كده؟ البيبتيك ألسر اللي هي قرح في المعدة، والبليدنج بايلز اللي هي البواسير، واليوترين بليدنج اللي هو النزيف اللي بيبقى موجود في الرحم كل شهر. تمام، اللي هي الدورة الشهرية. طيب هندخل على تاني سبب من أسباب الأنيميا وهو destruction of red blood cells. لما يحصل destruction لل RBCs بسميها الهيموليتيك أنيميا. طيب ده بينتج من ايه؟ بينتج من عدة أسباب. أولها الهيموليتيك ديزيز اوف نيوبورن. هيموليتيك ديزيز اوف نيوبورن دي عبارة عن حالة كده بتيجي للأطفال الصغيرة اللي لسه مولودة، فيها يا سيدي بتكون الأم RH نيجاتيف والابن بيكون RH بوزيتيف. فأثناء الولادة ال RH بوزيتيف ده أو الدم بتاع الجنين اللي هو ال RH بوزيتيف بيتسرب لدم الأم، فبيبتدي دم الأم إن هو يكون أنتي بودي أو أجسام مضادة ضد ال RH بوزيتيف لأنه حاجة غريبة عنه. تمام كده؟ تمام. في البيبي التاني خلاص الأم كانت كونت الأنتي بودي دي، فبتعدي من البلاسينتا وبتدخل على دم البيبي التاني اللي هو الـ RH positive برضه، بتعمل له هيموليسيس. تمام كده؟ هناخدوه إن شاء الله قدام بتوسع شوية. طيب هندخل على تاني جزئية وهو الـ Hereditary Abnormalities of Red Blood Cells. في بعض المشاكل بتيجي للـ RBCs. شبه إيه كده؟ السيكل سيل انيميا، انيميا الخلايا المنجليه دي اخدناها في الثانويه العامه. بتبقى الخلايا عامله شبه المنجل وما بتقدرش انها تؤدي الوظيفه بتاعتها. تمام. في حاجه تانية اسمها الهيريديتري سبيروسايتوزيس. بتلاقي ان الخليه مبططه كده، ما حصلهاش ماتوريشن، فبالتالي بتاخد مساحه على الفاضي، بيبقى عددها اقل وبتاخد مساحه كبيره جدا، وبالتالي برضو ما بتقدرش تؤدي الوظيفه بتاعتها. في بعض الانفكشن شبه الملاريا كده بتعمل لك برضه هيموليسيس. في بعض الدراكس تبع السلفونامايد بيعمل لك برضه هيموليسيس. في حاجه اخيره عندي هي الاوتو اميون ديزوردر. دي بعض المشاكل بتحصل في الجهاز المناعي ان الجسم بيكون انتي بودي ضد نفسه. فهنا يا سيدي بيحصل ايه؟ ان الجسم هنا بيكون انتي بودي ضد الار بي سيز، فبيحصل لك برضه هيموليسيس. تمام كده؟ تمام. انا جمعتهم لك كلهم في كلمه اللي هو هيما ورث مليون سفينة عربية. هيما اللي هو الهيموليتيك ديزيز، ورث الهيرديتري ابنورماليتيز، مليون ملاريا، سفينة اللي هي السلفونامايد، عربية اللي هي اوتو بفرنساوي. تمام كده؟ يلا قلب السلايد. طيب هندخل بقى على تالت سبب من اسباب الانيميا وهو decreased production of RBCs. في منه نوعين، نوع اسمه ابلاستيك انيميا ونوع تاني اسمه هايبوبلاستيك. الابلاستيك انيميا بيحصل تدمير للبوم مارو نتيجه تعرض البوم مارو الاشعاع شبه الاكس والجاما راي وبعض الكيماويات وبعض الدرج اللي ممكن تدمر لي البوم مارو، وبالتالي مش هقدر اصنع كرات دم حمراء لان المصنع بتاع كرات دم الحمراء اتدمر. تمام كده؟ تمام. طيب بالنسبه للهايبوبلاستيك، الهايبوبلاستيك بتنقص عندي بعض العناصر الغذائيه اللي انا بستخدمها علشان اصنع ار بي سيز، وبالتالي مش هقدر اصنع كرات دم حمراء. شبه ايه كده؟ شبه الايرن والبروتين وفيتامين بي 12 والفوليك اسيد.
دول مهمين جدا عشان اقدر اصنع كرات دم حمراء. لما بيقلوا كمية كرات الدم الحمراء اللي بنتجها بتبقى قليلة جدا، فساعتها بسمي الانيميا دي هايبوبلاستيك انيميا. نعيد عليهم تاني، الابلاستيك بيحصل تدمير للبون مارو، الهايبوبلاستيك الا في الايرن والبروتين والفيتامين بي 12 والفوليك اسيد. طيب اقلب السلايد. طيب في كام معلومة كده هنأكد عليهم قبل ما نخلص جزء الأنيميا. بيقول لك في نوع من أنواع الأنيميا اسمه الفافيزم. الفافيزم ده عبارة عن نقص في الجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم، وده انزيم مسؤول عن تصنيع حاجة اسمها النت بي اتش 2. النت بي اتش 2 ده يعتبر ريديوسينج ايجنت موجود في جسمك، بيدخل بيعمل ريدكشن للجلوتاثيون. الجلوتاثيون ده بيكون موجود في الدم، بيكون على طول في ريديوسد فورم علشان يحمي الار بي سيز من التكسير. لما يدخل اي اوكسيدايزنج ايجنت جوه جسمك شبه الادويه مثلا او غيرها، او شبه الفول، الفول برضو بيحتوي على اوكسيدايزنج ايجنت او انزيمات مؤكسده ممكن تكسر لك الار بي سيز، فالجلوتاثيون بيتاكسد مكانها. فعلشان كده سموا الحاله دي فافيزم او انيميا الفول، لان الناس دي لما كانت بتاكل فول كان بيجيلها انيميا. تمام كده، فسموا الموضوع ده ايه؟ فافيزم او انيميا الفول. يجي يسالك الفافيزم ده عباره عن ايه، تقول له نقص الجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم. في الاخر خالص بينتج عنه نقص في النت بي اتش، فبالتالي مش هيقدر ان هو يعمل ايه ريدكشن للجلوتاثيون، فبالتالي اي اوكسيدايزنج ايجنت هيدخل يكسر الار بي سيز على طول. طيب بالنسبه للثلاسيميا، الثلاسيميا دي عباره عن حاجه كده بسميها انيميا البحر المتوسط. بتيجي على طول، او معظم يعني الناس اللي بيجي لها الثلاسيميا بتكون من اهالي البحر المتوسط. طيب الثلاسيميا دي عباره عن ايه يا سيدي؟ ده نقص في الجينات بتاعه الالفا والبيتا تشين بتوع الجلوبين فراكشن. اول 6 شهور في المرحله الجنينيه بيكون عندك الجاما جلوبين، ما بيكونش عندك الفا وبيتا تشين. فلو انت عندك ميس دي جين، عندك نقص في الجينات، بالتالي مش هيتكون الالفا ولا البيتا تشين، فهيجي لك الثلاسيميا. تمام كده؟ تمام. بعد كده اتكلم الدكتور عن حاجة اسمها البوليسايسيميا، وهي زيادة في تصنيع الار بي سيز. عندك نوعين، نوع بيكون مرضي اللي هو البرايمري بوليسايسيميا، ده عبارة عن باثولوجيكال تايب. افرض مثلا حصل لك تيومر في الريد بون مارو، اللي هيحصل ايه؟ هيزيد عدد الار بي الريد بون مارو او خلايا الريد بون مارو، فبالتالي هيزيد عدد تصنيع الار بي سيز. ممكن في الاخر خالص تزود الفيسكوستي بطريقه كبيره جدا، لدرجه انها في احيانا في بعض المرضى بتلاقي ان الدم توقف عن الحركه، فبالاخر خالص بيموت الشخص ده. يبقى البرايمري بوليسايسيميا ده عباره عن ايه؟ باثولوجيكال تايب، بينتج نتيجه لتيومر فين؟ في الريد بون مارو. طيب النوع التاني اللي هو السكندري ده بيكون فيسيولوجيكال. يعني ايه؟ دي حاجة طبيعية أو استجابة الجسم، بيكون طبيعي للموضوع ده، بيصنع ار بي سيز جدا علشان يأدي وظيفة معينة، شبه اللي أخدناها لما حصل هايبوكزيا، صنعنا ار بي سيز كتير علشان نقدر ننقل أكسجين أكتر للتشو فنتغلب على موضوع الهايبوكزيا ده. تمام كده؟ يلا ندخل على اللي بعده. هندخل في موضوع جديد ومهم جدا، وهو بلاد جروب أو فصائل الدم. في الاول خالص لما كان حد بيحصل له نزيف وعايزين ننقله دم، فكنا بننقله الدم بطريقه عشوائيه، يعني بناخد الدم من شخص بننقله في شخص تاني من غير ما نعرف فصائل الدم. طيب نلاحظ في بعض الحالات ان الشخص اللي منقله دم ده يا اما بيحصل له كواجيوليشن للدم اللي منقله، يا اما بيحصل له هيموليسيس للدم اللي اتنقله، وفي الحالتين بيمثل خطر على الشخص ده. فقال لك طيب احنا لازم ندور حوالين السبب بتاع البلاد كواجيوليشن ده او البلاد هيموليسيس. بدأوا يدوروا، لقوا في حاجه موجوده على سطح كرات الدم الحمراء اسمها انتيجين. فقال لك خلاص هي الانتيجينات دي اللي بتسبب لك البلاد كواجيوليشن او البلاد هيموليسيس. طيب هنعمل ايه؟ قال لك هنبتدي بقى نقسم ايه مجموعات الدم الى فصائل علشان اعرف الفصيله دي تتناسب مع دي ولا لا. فبدأوا يا سيدي يدوروا في الانتيجينات دي، لقوا انتيجين اسمه A وانتيجين اسمه B. تمام، فسموا اول كلاسيفيكيشن عملوه OAB system.
قال لك لو عندك انتيجين ايه تبقى فصيلة دمك ايه، لو عندك انتيجين بي يبقى فصيلة دمك بي، لو عندك الاتنين يبقى انت عندك فصيلة دم ايه، اي بي. طيب لو ما عندكش الاتنين يبقى فصيلة دمك او. تمام، ده اول سيستم عملوا عليه كلاسيفيكيشن. طيب تاني سيستم هو ال ار اتش سيستم. بعد ما اكتشفوا الانتيجينات دي لقوا في حاجة تانية برضو بتسبب لك هيموليسز، فقال لك طب ايه ده، طب مش ده موجود عليه الانتيجين ايه وده موجود عليه الانتيجين ايه، طب ايه سبب الهيموليسيس ده؟ قال لك في انتيجين تاني اسمه الدي انتيجين، ده اول ما اكتشفوه اكتشفوه في نوع من القرود اسمه ريزس. تمام كده، هناخدوه قدام ان شاء الله بالتفصيل. فقال لك خلاص احنا هنقسم مجموعات الدم على حسب ريزس فاكتور ده او الار اتش سيستم. هل في الدي انتيجين ده فساعتها هنسميه بوزيتيف، ولا مفيش الدي انتيجين ده فساعتها هنسميه ايه، نيجاتيف. يبقى انت عندك تو كلاسيفيكيشن، اول كلاسيفيكيشن الاو اي بي سيستم والار اتش سيستم اللي هو الدي انتيجين موجود ولا لا. تمام كده، تمام. هنبدا باول حاجه اللي هو الاو اي بي بلاد جروب. في الكتاب كان كاتب لك كلام كتير جدا، انا اختصرته لك في جدول بسيط كده. طيب زي ما اتفقنا ان في حاجه عندي اسمها انتيجينات، الانتيجينات دي موجوده فين؟ على سطح كرات الدم الحمراء. في منها نوعين اللي هو الاي انتيجين والبي انتيجين، وزي ما قلت لك هما دول اللي بيسببوا ايه، الكواجيوليشن او الاجليوتينيشن، ليها نفس المعنى، هو الاثنين كواجيوليشن او اجليوتينيشن اللي هو ايه، تجلط الدم. فقال لك ان الانتيجين ده طالما هو اللي بيسبب لي الاجليوتينيشن فسميته اجليوتينوجين. مقطع جين اللي في الاخر ده هو المسبب باللاتيني. في حاجة عندك مثلا اسمها اسبازموجين، اسبازم اللي هو الكونتراكشن، وجين المسبب، يعني ده دراج بيسبب لك ايه، الاسبازم او الكونتراكشن ده. طيب الانتيجين هنا بيعمل ايه، بيعمل اجليوتينيشن فسميته اجليوتينو جين. تمام كده، تمام. طيب في حاجة تانية بلاقيها في البلازما وهي الانتي بودي. بص يا سيدي، انت لو عندك على سطح كرة الدم الحمراء انتيجين ايه، فبيقول لك هنلاقي في البلازما بتاعتك انتي بودي بي. تمام كده، طيب لو عندي على سطح كرة الدم الحمراء انتيجين بي هلاقي في البلازما انتي بودي ايه، ايه. تمام كده، فبيقول لك يا سيدي ان بسمي الانتي بودي اجليوتينين. تمام كده، بتبقى موجوده فين، بتبقى موجوده في البلازما. نراجع بقى على السلايد دي بسرعه. البلاد جروب هي فصائل الدم، بقسمها تبع لتو سيستم، الاو اي بي سيستم والار اتش سيستم. هنبتدي بالاو اي بي سيستم، بيقول لك يا سيدي ان في حاجه اسمها انتيجينات، دي موجوده على سطح كرات الدم الحمراء وفي منها نوعين، الاي والبي بسميها اجليوتيجين، اجليوتينوجين. تمام، طيب في حاجه تانية اسمها انتي بودي بتبقى موجوده في البلازما، بيقول لك يا سيدي ان لو عندي اي انتيجين فيبقى عندي انتي بودي بي. طيب لو عندي البي انتيجين يبقى انا عندي الانتي بودي ايه، ايه. طيب بسميها ايه الانتي بودي دي، اجليوتينين. تمام كده، يلا اقلب السلايد. طيب ان شاء الله في السلايد دي هناخد فصائل الدم تبع لاول سيستم عندنا اللي هو الاو اي بي سيستم. طيب في سؤال كده هسأله لك، انا بحدد فصائل الدم بناء على ايه؟ بيقول لك بناء على حاجه موجوده على سطح كره الدم الحمراء بسميها انتيجينات. فلو كان عندك انتيجين ايه على سطح كره الدم الحمراء تبقى فصيله دمك ايه، لو كان عندك انتيجين بي تبقى فصيله دمك بي، لو كان عندك انتيجين ايه والانتيجين بي يبقى فصيله دمك اي بي، لو ما عندكش خالص هتبقى فصيله دمك او. طيب ده بالنسبه للحاجات اللي موجوده على سطح كره الدم الحمراء. طيب بالنسبه للحاجات اللي موجوده في البلازما،
بيقول لك يا سيدي بنلاقي في البلازما حاجه اسمها الانتي بودي. طيب ايه هي الانتي بودي دي؟ الانتي بودي دي حاجات بتمسك في الانتيجينات وبتعمل لك هيموليسيس، تمام كده؟ كل انتي بودي بيمسك في انتيجين معين وبيدمره وبيدمر لك كرات الدم الحمراء. طيب بيقول لك في حاجه اسمها انتي بي بتدمر لي البي انتيجين، في حاجه اسمها انتي اي بتدمر لي الاي انتيجين، تمام؟ فبيقول لك مستحيل الاقي الاي انتيجين والانتي اي في نفس الدم، امال بلاقي ايه؟ بيقول لك لو لقيت الاي انتيجين فبتلاقي الانتي بي في البلازما، طيب لو لقيت البي انتيجين فبلاقي الانتي اي في البلازما، طيب لو كان الاثنين موجودين الاي انتيجين والبي انتيجين فما بتلاقيش ولا انتي بودي في البلازما. طيب بالنسبه للاو جروب بيقول لك دي ما عليهاش ولا انتيجين، وبالتالي بنلاقي التو انتي بودي في البلازما، الانتي اي والانتي بي. طيب في احصائيه كده عملوها فلقوا ان فصيله الدم او وفصيله الدم اي هما اكتر فصيلتين بيتكرروا، لكن فصيله الدم بي ما بتتكررش كتير. بيقول لك كمان يا سيدي ان الاي بي جروب او فصيله الدم اي بي دي بتبقى يونيفرسال ريسيبيانت. يعني ايه يونيفرسال ريسيبيانت؟ يعني بتستقبل من اي حد. طيب ليه؟ بيقول لك علشان ما فيش انتي بودي في البلازما عندها، فمهما دخلت انتيجينات مش هتقاوم الانتيجينات دي. يعني لو دخلت جروب ايه مثلا ده عليه انتيجينات، تمام، هل في البلازما حاجه تقاومه؟ لا. طب لو دخلت جروب بي عليه انتيجينات بي، طيب في البلازما بتاعت الاي بي حاجه قاومه؟ لا. طيب لو دخلت او هو كده كده اصلا معلوش انتيجينات، تمام. تمام بالنسبه بقى لفصيله الدم او بيقول لك يا سيدي دي عباره عن يونيفرسال دونر، يعني بتدي كل الباقيين، بتدي جروب اي وبتدي جروب بي وبتدي جروب اي بي. طيب ليه؟ بيقول لك علشان ما فيش عليها انتيجينات، فبالتالي مهما دخلت كره الدم الحمراء دي الانتي بودي مش هتحس بيها اصلا، خلي بالك انت، لان مفيش عليها انتيجينات. طيب نعيد تاني. بيقول لك يا سيدي ان في فصائل دم كتير، تمام، بنقسمها تبع للانتيجينات الموجوده على سطحها، فبتلاقي الجروب اي عليه انتيجين اي، لكن الجروب بي بتلاقي عليه الانتيجين بي، والجروب الاي بي بتلاقي عليه الاي والبي مع بعض، الجروب او ما بتلاقيش عليه ولا انتيجين. بيقول لك الانتي بودي دي مستحيل تلاقي انتي اي مع انتيجين اي، فبتلاقي مثلا الانتيجين اي وبتلاقي معاه انتي بي علشان ميمسكوش في بعضيهم، تمام كده؟ تمام. بيقول لك مثلا في الجروب اي او فصيله الدم اي بلاقي الانتيجين اي على سطح كرات الدم الحمراء، لكن في البلازما بلاقي الانتي بي، في الجروب بي بلاقي انتيجين بي على سطح كرات الدم الحمراء، لكن الانتي بودي اللي بلاقيه هو انتي اي. طيب بالنسبه للاي بي بلاقي التو انتيجين، وبالتالي مش هلاقي ولا انتي بودي موجود في البلازما. طيب بالنسبه لاخر فصيله عندنا وهي فصيله الدم او، مش بلاقي ولا انتيجين على سطحها، وبالتالي بلاقي التو انتي بودي موجودين في البلازما عندي. عملنا احصائيه كده فلقينا ان اكتر فصيلتين بيتكرروا هما الاو والاي. طيب بالنسبه لفصيله الدم بي قالك دي ما بتتكررش كتير، وقلت لك كمان يا سيدي ان الاي بي هما يونيفرسال ريسيبيانت. ليه؟ علشان ما عندهمش انتي بودي. طيب بالنسبه لفصيله الدم او دي يونيفرسال دونر، بتدي اي حد لان ما فيش عليها انتيجينات، وبالتالي كاني ما دخلتش اي حاجه الجسم، تمام كده؟ يلا اقلب السلايد. طيب في عمليه عندك اسمها الكروس ماتشنج. ايه الكروس ماتشنج دي؟ دي يا سيدي عباره عن طريقه كده بيقدروا من خلالها يعرفوا هل الفصائل دي متكافئه ولا لا. يعني بيعملوا ايه؟ بيجيبوا مثلا مني نقطه دم، وبيجيبوا من الشخص اللي انا هنقله الدم ده نقطه بلازما، والعكس بيجيبوا من الشخص ده نقطه دم وبيجيبوا مني انا نقطه بلازما، ويخلطوهم على بعض. لو حصل اي اجلوتينيشن او تفاعل ما بين الاثنين كالكعه يعني ما ينفعش انقله الدم. بس كده، دي الطريقه بكل بساطه. يبقى الكروس ماتشنج دي بعملها ليه؟ علشان اعرف هل في تكافؤ من الفصائل دي ولا لا. لو الفصائل مش متكافئه مش هينفع ان انا انقلها، ولسه على فكره بيعملوها لحد دلوقتي في الطوارئ. يعني لو مثلا جالهم واحد وما يعرفوش الفصيله بتاعه دمه بيبداوا ان هم يعملوا الحركه دي، وخلي بالك يعني مثلا ده تقريبا مثلا او، فاقوم جايب الفصيله بتاعته اللي هو او مثلا وابدا ان انا اعمل كروس ماتشنج علشان اتاكد عشان ما انقلوش دم ويبدا ان هو يتكسر جوه جسمه، تمام كده. ندخل على اللي بعده. طيب قبل ما نبتدي في السلايد ان شاء الله
هفكرك بحاجة قلناها في السلايد اللي فات. فاكر لما قلت لك ان بيبقى في حاجات موجودة على سطح كرات الدم الحمراء اسمها انتيجينات، ودي من خلالها بقدر احدد فصائل الدم؟ تمام كده، اكتشفنا تو انتيجين، الاي انتيجين والبي انتيجين. طيب لو كان الاي انتيجين موجود على سطح كرات الدم الحمراء تبقى فصيلة الدم دي ساعتها ايه؟ لو كانت البي انتيجين موجود على سطح كرات الدم الحمراء فساعتها كرة الدم الحمراء دي من فصيلة الدم بي. طيب لو كانوا الاتنين موجودين على سطح كرات الدم الحمراء فساعتها فصيلة الدم دي بقول عليها اي بي. لو كانوا الاتنين مش موجودين على سطح كرة الدم الحمراء فساعتها بقول على الفصيلة دي او. طيب بعديها بفترة كده جم يشتغلوا على قرود فلقوا حاجة غريبة جدا، فاكتشفوا انتيجين مختلف ما لقيناهوش، لا هو ايه ولا هو بي. اسمه ايه الانتيجين ده؟ ال ار اتش انتيجين. طيب ال ار اتش انتيجين ده اول ما اكتشفوه في قرود، اسم القرود دي ايه؟ اسمها ريزوس. فقال خلاص احنا هنسمي ايه الفاكتور ده باسم ار اتش، اختصار ريزوس. تمام كده. طيب بعد كده اخدوا الفاكتور ده او الانتيجينات دي بدأوا يحللوها، فلقوها بتتكون من 6 انتيجين، سي كابيتال، دي كابيتال، اي كابيتال، سي سمول، دي سمول، اي سمول. يبقوا كام كده؟ يبقوا 6. بيقول لك الموست انتيجينيك فيهم هو الدي كابيتال انتيجين. يعني ايه؟ يعني لو موجود عند الشخص ده فساعتها هقول على الشخص ده ار اتش بوزيتيف، يعني عنده ايه؟ ار اتش فاكتور. طيب لو مش موجوده فساعتها هقول على الشخص ده ار اتش نيجاتيف. تمام كده؟ تمام. بيقول لك يا سيدي عملنا إحصائية فلقينا إن 85% من الناس عندهم الأنتيجين ده في دمهم. تمام، فبنقول عليهم ار اتش بوزيتيف. طيب وال15 الباقيين، ال15% الباقيين ما لقيناش فيهم الأنتيجين ده فقلنا عليهم ار اتش نيجاتيف. طيب عملوا إحصائية تانية فلقوا إن الزنوج اللي موجودين في أمريكا 95% منهم ار اتش بوزيتيف، ولقوا ان الزنوج بتوع افريقيا 100% منهم كلهم عبارة عن ايه؟ ار اتش بوزيتيف. تمام كده؟ تمام. هنعيد بسرعة، ايه الار اتش فاكتور ده؟ ده يا سيدي عبارة عن فاكتور او ما اكتشفوه فين؟ في القرود، في فصيلة القرود اسمها ريزوس، بيتكون من 6 انتيجينات، سي والدي والاي كابيتال والسي والدي والاي سمول. يبقوا كام؟ يبقوا 6 انتيجين. بيقول لك ان الدي كابيتال انتيجين هو الموست انتيجينيك، فلو لقيته في شخص هقول عليه ار اتش بوزيتيف، لو ما لقيتهوش هقول على الشخص ده ار اتش نيجاتيف. عملوا احصائيه فلقوا ان 85% من الناس ار اتش بوزيتيف، 15% من الناس ار اتش نيجاتيف. طلعوا في امريكا اخدوا الزنوج اللي فيها وعملوا احصائيه عليهم، لقوا ان 95% منهم ار اتش بوزيتيف، لكن زنوج افريقيا 100% منهم كلهم يعتبروا ار اتش اي بوزيتيف. تمام كده، اقلب السلايد. دخلنا في السلايد اللي فات حاجه اسمها الار اتش فاكتور، وعرفنا ان الار اتش فاكتور دي عباره عن 6 انتيجين، الموست انتيجينيك فيهم هو الدي كابيتال انتيجين، فلو كان موجود في الشخص بقول عليه ار اتش بوزيتيف، لو ما كانتش موجوده فبقول عليه الار اتش نيجاتيف. بالنسبه للسلايد دي ان شاء الله هنتكلم عن فوائد او اهميه الار اتش فاكتور. هناخد اول اهميه عندنا وهي البلاد ترانسفيوجن او نقل الدم. بيقول لك يا سيدي لو انت جيت نقلت دم من شخص ار اتش بوزيتيف ل ار اتش نيجاتيف ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك ان الار اتش نيجاتيف ده ما بيكونش عارف ايه اللي دخله ده، لان هو ما عندوش الار اتش انتيجين دي، بالنسبه له حاجه جديده عليه، فبيبتدي يكون لها انتي بودي. اسمها ايه الانتي بودي دي؟ انتي ار اتش انتي بودي. تمام كده. وبيقول لك يا سيدي عشان اكون الانتي بودي دي بتبقى ببطء شديد جدا، بتصل من 2 لـ4 شهور. تمام كده. تمام، نعيد تاني. بيقول لك لو انا جيت نقلت دم من ار اتش بوزيتيف ل ار اتش نيجاتيف، بيبتدي الار اتش نيجاتيف يكون انتي بودي بيكونها ببطء شديد، وعلشان توصل للماكسيمم كونسنتريشن بتاخد لها من 2 لـ4 شهور. تمام كده. فمن 2 لـ4 شهور دي مدة بعيدة جدا، فبالنسبة لأول نقل دم
مش هيحصل مشاكل. طيب بالنسبة لتاني مرة هننقل فيها دم RH positive للشخص ال RH negative ده. بيقولك خلاص ان الشخص ال RH negative ده كون antibody ضد ال RH antigen، فبمجرد ان انت تنقل ال RH positive لل RH negative هيحصل severe transfusion reaction، ممكن يحصل hemolysis، blood coagulation، هيحصل مشاكل خطيرة جدا بالنسبة للشخص ده. فبيقول لك علشان تنقل دم لازم تبص على حاجتين، فصيلة الدم اللي هي تابعة لل O A B system، وفصيلة الدم اللي هي R H system. يبقى انت لازم تشوف هو R H A positive ولا negative. طيب هتشوف هو فصيلة دمه ايه، O ولا A ولا B ولا A B، فانت لازم تحط في اعتبارك الحاجتين دول. تمام كده؟ يبقى المشكلة في ايه؟ المشكلة في تاني مرة ولما اجي انقل RH positive ل RH negative. تمام كده؟ لما انقل RH positive ل RH negative مش العكس. تمام؟ يلا قلبنا سلايد. طيب هندخل على تاني أهمية لل RH factor وهي ال hemolytic disease of newborn أو ال erythroblastosis fetalis. ايه الاريثروبلاستوزيس فيتاليس دي؟ دي عبارة عن حالة مرضية كده ليها علاقة بالـ RH factor. طيب بيقول لك يا سيدي لو كانت الأم RH negative والأب RH positive، ممكن الولد ده يطلع RH positive، هيورث الـ RH positive من أبوه. ساعتها هنا المشكلة بقى هتحصل. يبقى المشكلة لو كانت ايه؟ لو كانت الأم RH negative والابن RH positive. بيقول لك يا سيدي ان ممكن اثناء الولادة شوية دم من الجنين يتسربوا ويروحوا لدم الام، فساعتها الجنين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن RH positive، هيدخل دم الام اللي هو ال RH negative، فدم الام ما يعرفش ال RH positive، ما يعرفش ال RH factor ده، ما يعرفش ال RH antigen، هيبتدي يعمل ايه؟ يكون انتيبادي ضده. تمام كده؟ تمام. فبالنسبة لأول العيل ده فلت خلاص كده. طيب بالنسبة لتاني عيل، بالنسبة لتاني عيل لو طلع برضه هو RH positive، فاللي هيحصل ايه يا سيدي؟ اللي هيحصل ان الأم خلاص كونت انتيبادي لل RH positive. بيقولك يا سيدي ان الانتيبادي دي بتقدر تعدي من البلاسينتا، وطالما بتقدر تعدي من البلاسينتا هتقدر توصل للبيبي. لعلمك مفيش اتصال مباشر ما بين دم الجنين والام، زي ما احنا عارفين ان الاكل بيوصل للجنين عن طريق الديفيوجن، فالانتيبادي دي بتقدر تعدي برضو عن طريق الديفيوجن، بتوصل للجنين اللي هو الار اتش بوزيتيف وبتعمل له هيموليسيس. يا لهوي، هيموليسيس للجنين؟ اه طبعا يحصل له تحليل كامل لدمه. فبيقول لك لو كان الهيموليسيس ده سيفير ممكن الولد يموت. تمام كده؟ تمام. يبقى انت فهمت يعني ايه الاريثروبلاستوزيس فيتاليس؟ اه، الاريثروبلاستوزيس فيتاليس ده يا سيدي دي عباره عن مشكله بتتعلق بالار اتش فاكتور. لو كانت الام ار اتش نيجاتيف والابن ار اتش بوزيتيف، تمام، بالنسبه لاول جنين مش هيحصل مشكله. ليه؟ لان مفيش دم بينتقل من الام للجنين ولا للجنين للام. طيب الدم ده انتقل امتى؟ اثناء الولاده. انت لما بتيجي تقطع الحبر السري واثناء المشيمه فبيحصل نزيف وكده، فممكن ينتقل شويه دم من الجنين يروحوا للام. تمام كده؟ فبتبتدي الام تكون انتي بودي، الانتي بودي دي بالنسبه لتاني جنين بتقدر تعدي من البلاسينتا وتدمر له البلاد اللي عنده، بتعمل له هيموليسيس. فبيقول لك لو كان الهيموليسيس ده سيفير ممكن الواد ده يموت. تمام كده؟ اقلب السلايد. طيب هنا الموضوع بيبان اكتر برضو بالرسمه. زي ما قلت لك ادي الاب ار اتش بوزيتيف بيتجوز ام ار اتش نيجاتيف، الولد هيكون ار اتش بوزيتيف. اثناء الولاده بيتسرب شويه من دم الجنين للام، بتكون ضده انتي بودي. فالانتي بودي دي يا سيدي في الولاده الثانيه اللي بيحصل بلاقي ان في شويه من الانتي بودي دول راحوا للجنين، فالولد بيتولد عنده صفره، بيكون عنده جوندس اللي هي الصفره، وبيكون عنده انيميا حاده جدا. تمام كده؟ في مشاكل؟
ما فيهاش مشاكل. يلا ندخل على بعضه. طيب هندخل على موضوع تقريبا اخدنا عنه فكرة بسيطة كده، وهو البلاد ترانسفيوجن، نقل الدم. تفتكر كده انا امتى بحتاج لنقل دم؟ بحتاج لنقل دم لما افقد دم. فاول حالة عندي هو السيركيوليتري تشوك، لما بيحصل فقد كبير جدا في الدم ضغط الدم عندك بيقل، فانت لازم تعوض كمية الدم اللي انت فقدتها دي. تمام، يبقى اول حالة عندي هو السيركيوليتري تشوك. تاني حاجة سيفير انيميا، لما بيحصل عندك انيميا فانت محتاج كرات دم حمراء علشان تعوض كمية الدم اللي حصل لها هيموليسيس. طيب تاني حالة او تالت حالة هو السيفير ليكوبينيا. ايه هو الليكوبينيا دي؟ الليكوبينيا هي نقص في كرات الدم البيضاء او خلايا الدم البيضاء سوري. تمام، يبقى سيفير ليكوبينيا. طيب بالنسبة للرابع حاجة والأخيرة هيموراجيك ديزيز، بيقول لك يا سيدي إن في بعض الأمراض بتمنع لي البلاد كواجيوليشن. ايه هو البلاد كواجيوليشن؟ لما انت بتيجي تتعور بيحصل تجلط دموي بيمنع لك النزيف ده. فبيقول لك ان في بعض الامراض لما بيحصل جرح عندي ما بيحصلش بلاد كواجيوليشن او توقف النزيف ده. اول حالة عندي اللي هو الهيموفيليا، ده نقص في الكواجيوليشن فاكتور او العوامل هناخدوها قدام اللي بتسبب لي كواجيوليشن. في حالة تانية اسمها ثرومبوسايتوبينيك بربريا، ودي يا سيدي بيكون عدد البلاتلتس أو الصفائح الدموية أقل من 50,000 سل لكل سنتيمتر تكعيب تربيع، مش تكعيب بقى. تمام، يلا قلب نسمع. طيب هنتكلم إن شاء الله عن حاجة اسمها البلاد ترانسفيوجن أو نقل الدم. في بعض الفصائل ممكن ما تكونش شبهك بالظبط، تقدر إن هي تنقل لك الدم. الفصائل دي بقول عليها ان هي ايه، متكافئه مع بعضيها. فانا ان شاء الله في السلايد دي هنعرف ايه الفصائل اللي تنفع تدي الفصائل التانية. في قاعده عامه بس كده كنت عايز افهمها لك، انا علشان اديك دم لازم الدم بتاعي لما يدخل جسمك ما يتكسرش. متفقين على الموضوع ده ولا لا؟ تمام زي الفل. بيقول لك يا سيدي علشان الدم بتاعي ما يتكسرش لازم ما يكونش في البلازما بتاعتك انتيبادي تكسر الدم ده. تمام كده، متفقين ولا لا؟ تمام لحد دلوقتي. فانا مثلا انا لو عندي انتيجينات معينه ما ينفعش انت يكون عندك الانتي بودي ليها. طيب في عندك مثلا فصيله شبه الاو نيجاتيف، هل دي عليها انتيجينات؟ ما عليهاش حاجه خالص، فبالتالي بتدي كل الفصائل فتعتبر يونيفرسال دونر. طيب عندك فصيله ثانيه شبه الاي بي بوزيتيف، عليها كل الانتيجينات، هل هلاقي في البلازما بتاعتها انتي بودي؟ لا، طالما عليها كل الانتيجينات مش هلاقي ليها انتي بودي، فبتقدر ان هي تستقبل كل الفصائل وما تكسرش ولا فصيله منهم. وكذلك بقى بالمثل، يعني مثلا انت عندك مثلا الاو بوزيتيف هتلاقيها بتدي البوزيتيف بس، ليه؟ ما عليهاش الا الار اتش نيجاتيف، ما عليهاش قصدي غير الار اتش فاكتور. فالار اتش فاكتور ده لما يدخل فمثلا حاجه نيجاتيف هيبدا ان هو الجسم يستجيب ليه ويكون ضده انتي بودي، لكن لما يدخل البوستيف مفيش اي تاثير. عندك بوستيف واحنا كمان عندنا بوستيف، تعالى. تمام كده، فلازم تحط في عين اعتبارك حاجتين، الاو اي بي جروب، تحط في عين اعتبارك الار اتش فاكتور. تمام كده، ندخل بقى على بعده. هندخل بقى على المشاكل اللي ممكن تحصل لما اجي انقل دم بالغلط. هنبدأ بأول مشكلة عندي وهي الهيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. يعني ايه الهيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن؟ يعني الدم اللي داخلي ممكن يحصل له هيموليسيز. تمام كده، يا اما هيموليسيز يا اما اجلوتينيشن، ان هو يكلكع. بيقول لك في حالات كتير جدا ممكن الدم اللي داخل لك هو اللي يحصل له اجلوتينيشن، في حالات نادرة جدا الدم بتاعك هو اللي ممكن يحصل له اجلوتينيشن. طيب السبب ده يرجع لايه؟ بيقول لك ان الدونر بلازما كميه البلازما اللي داخله لك بتكون قليله. تمام، فبيحصل لها ديليوشن بكميه الدم بتاعتك الكبيره جدا. تمام، فكميه الانتي بودي اللي جواها بيحصل لها ديليوشن وبيكون تركيزها قليل. طيب بالنسبه للريسيبيانت بلازما اللي هي البلازما بتاعتنا، لما دخل عليها كميه البلازما الصغيره اللي انا مستقبلها بتعمل لي ايه؟
ما بتعمليش دايليوشن بالشكل الكافي، فبيفضل تركيز الانتي بادي موجود، فبيقدر الانتي بادي دي ان هي تهاجم كرات الدم الحمراء اللي داخلاله ويعمل لها هيموليسيس. فعلشان كده بيحصل هيموليسيس للدم اللي داخلي بنسبه كبيره. اتفقنا؟ اتفقنا. فبيقول لك يا سيدي الكونكلوجن بتاعنا او الاستنتاج بتاعنا، بيحصل لك اجلوتينيشن وهيموليسيس وفاجوسايتوزيس بالمايكروفاج بتاعه الريسيبيانت. تمام كده؟ تمام. وبعد ما يحصل هيموليسيس بتطلع حاجه اسمها الهيموجلوبين اللي هي الصبغه اللي موجوده على كرات الدم الحمراء. نعيد تاني بقى، قلت لك ممكن لو نقلنا دم بالغلط يحصل هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك في حالات كتير جدا ممكن يحصل للدم اللي داخلي هيموليسيس، لكن في حالات قليله جدا ممكن يحصل للدم بتاعنا الهيموليسيس. ليه؟ بيقول لك ان الدونر بلازما بتدخل بيحصل لها ديليوشن كبير جدا، فتركيز الانتي بادي بيقل، لكن تركيز الانتي بادي عندك بيفضل ثابت، ما بيحصلوش ديليوشن بالشكل الكافي، فبيقدر ان هو يروح يهاجم الار بي سيز اللي داخله له ويعمل لها اجلوتينيشن او هيموليسيس. فبيحصل اجلوتينيشن وبعد كده هيموليسيس، وبيحصل فاجوسايتوزيس للحاجات دي، وبيطلع الهيموجلوبين عندي في الدم. تمام كده؟ تمام. اقلب السلايد. طيب كنت عايز اعرف مصير الهيموجلوبين ده ايه. بيقول لك ان الهيموجلوبين اللي عندي ده بيتحول عن طريق الفاجوسايتس للبيليروبين، وبعد كده الليفر بياخده وبيحوله للبايل بيجمنت. اللي هي ايه البايل بيجمنت دي؟ العصاره الصفراويه. تمام كده؟ فبيقول لي يا سيدي يوم البيليروبين ده تركيزه يزيد في الدم بيسبب لي جوندس. ايه الجوندس دي؟ الصفرة. فبيخلي لون السكين عندك اصفر، وبرده ممكن البيليروبين دي تطلع على العين وتخليها لونها اصفر. تمام كده؟ تمام. بيقول لك يا سيدي برده ممكن الهيموجلوبين ده يروح للكدني ويسد لك الجلوميلر ميمبرين. ايه هو الجلوميلر ميمبرين ده؟ دي عباره عن المصفه اللي موجوده جوه الكدني، ويسبب لك فشل كلوي اللي هو اكيوت رينال فيلر. تمام. نعيد تاني بقى عليها. مصير الهيموجلوبين اللي عندي ده ايه؟ بيتحول للبيليروبين، وبعد كده بيروح للكدني فبيتحول البايل. بيقول لك يوم ما تركيز البيليروبين يزيد بيسبب لي جوندس، فبيخلي لون حضرتك اصفر. تمام. ممكن الصبغه تطلع على السكين فتخليه لونه اصفر، ممكن تطلع على العين فبتخليها لونها اصفر زي ما حضرتك شايف كده. طيب بيقول لك يا سيدي ان ممكن شويه هيموجلوبين يروح للكدني فيسد لي المصفى اللي هي الجلوميلر ميمبرين دي، دي المصفى اللي موجوده جوه الكدني، ويسبب لك اكيوت رينال فيلر. تمام كده؟ يلا اقلب السلايد. طيب هنتكلم بقى عن حاجه اسمها الوايت بلاد سيلز او خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء دي مسؤوله عن المناعه. جاب لهم في امتحان 2017 سالهم عن الكاونت بتاعتها والانواع بتاعه الوايت بلاد سيلز، وسالهم عن الفانكشن بتاعتها 2017 في الملاحق. تمام كده؟ تمام. اول حاجه الكاونت بتاعتها من 4000 ل 11000 خليه لكل مايكرو لتر. طيب بالنسبه لانواعها خدناها في الهيستولوجي، في نوع بيكون جرانيوليتد او بيكون فيه جرانيول بسميه جرانيولوسايت، ده في منه ثلاث انواع: نيوتروفيلز، ايزينوفيل، والبيزوفيلز. اول حاجه النيوتروفيل ده اكتر حاجه موجوده في الوايت بلاد سيلز، وبيكون عنده فاجوسيتيك اكشن، بيقدر ان هو يعمل فاجوسايتوسيس او يبتلع الايه الباثوجين او الامراض او البكتيريا اللي موجوده عندك. تمام كده؟ بيبتلعها وبيكسرها. طيب الايزينوفيلز ده بيكون عنده ويك فاجوسيتيك اكشن، وتقريبا كده بيمثل حوالي 2% من الوايت بلاد سيلز. طيب البيزوفيلز زي ما قلت لك ان ده بيكون شبه الماست سيل، بيفرز لك حاجتين الهيبارين والهيستامين اللي بيساعدوه على الالرجيك رياكشن بتاعته، وده بيكون اقل عدد من الايه من الوايت بلاد سيلز. يعني اعلى نسبه هي النيتروفيل، وبعد كده البيزوفيل بتلاقيه اصغر حاجه خالص، الايزينوفيل بيمثل حوالي 2%. تمام كده؟ تمام. ندخل بقى اللي بعده. طيب تاني نوع عندي وهو الاجرانيولوسايت، وده ما بيكونش فيه جرانيول. هناخد منه ان شاء الله نوعين وهو الليمفوسايت والمونوسايت. الليمفوسايت ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الكونكشن، بيبعت ارسال للاميون سيستم علشان يستجيب للباثوجين اللي داخل. في مثلا عندك بكتيريا، فيروس، اي حاجه من دي دخلت الجسم، بيبدا ان هو الليمفوسايت يستجيب. في عندك البيتا ليمفوسايت، وده مسؤول عن انتاج الانتي بوديز عشان يعمل نيوتراليزيشن للباثوجين اللي داخل. تاني حاجه التي ليمفوسايت، وده مسؤول عن الكيلينج، بيقتل الفورين بوديز. تمام كده؟ تمام.
بيقول لك ان المونوسايت، المونوسايت ده بيكون ماشي في الدم ملوش اي فاجوسيتك اكشن، بيبدا ان هو يطلع بعد كده للتيشو شبه الكونكتيف تيشو، ويقدر ان هو يعمل فاجوسايتوزيس هناك. بيقول لك ان هو بيكون عنده فاجوسيتك اكشن. طيب هنتكلم عن الوظائف المناعيه بتاعه الوايت بلاد سيلز. هنتكلم ان شاء الله عن النيتروفيلز والمونوسايت. اول حاجه هنتكلم عنها هي النيتروفيلز، زي ما سميناها في الترم الاول في الهيستولوجي ان هي عباره عن ايه، عباره عن البلد فاجوسايت. بيقول لك ان هي ماتيور، علشان كده تقدر ان هي تعمل فاجوسايتوزيس جوه البلد، تبدا ان هي تهاجم وتكسر الفورين بودي عن طريق الفاجوسايتوزيس. تمام كده. طيب بالنسبه بقى للمونوسايت او بسميها ماكروفاج، الماكروفاج دي لازم تدخل في الاول الكونكتيف تيشو علشان يحصل لها ماتوريشن. فبيقول لك ان المونوسايت دي عباره عن ايه، اماتيور، وبيكون عندها يعني قدره اقل من النيتروفيل ان هي تقدر ان هي تكسر الفورين بودي او الباثوجين اللي داخل. بتدخل الاول الكونكتيف تيشو عشان يحصل لها ماتوريشن، فالسايت اوف اكشن بتاعها بيكون التيشو، تبدا ان هي تدخل التيشو زي ما قلت لك، يحصل لها سويلنج، بيزيد عدد اللايزوزوم اللي جواها، تبدا ان هي تاخد الفورين بادي او تعمل له فاجوسايتوزيس، وتقدر ان هي تدخله جوه وتحلله عن طريق الهيدروليتيك انزيم اللي موجوده فين في اللايزوزوم. تمام كده. ندخل على اللي بعده. طيب هندخل على عنوان جديد عندنا وهو البلاتليتس. البلاتليتس دي عباره عن الصفائح الدمويه. تعريف البلاتليتس دي عباره عن سمول راوند اور اوفال ديسك، دي بتبقى عباره عن حاجات كده موجوده جوه الدم، بتبقى مدوره يا اما شكلها بيضاوي، القطر بتاعها من 2 ل 4 مايكرون، ليها وظائف كتير جدا. شبه ايه؟ الهيموستاتيك فانكشن، بتساعدك على توقف الدم لما يحصل نزيف. تاني حاجه ليها بعض الوظائف المناعيه. طيب البلاتليتس دي مصدرها ايه؟ بيقول لك دي يا سيدي بتتصنع جوه البون مارو. طيب العدد بتاعها بيقول لك دي من 150,000 ل 400,000 جوه المايكرو لتر. يعني ايه؟ يعني لو جبت لتر دم وقسمته لمليون جزء، هلاقي هو كل جزء 150,000 ل 400,000. تمام كده؟ تمام. طيب اللايف سبان بتاعها او الهاف لايف، متوسط عمرها، بيقول لك دي بتقعد من 8 ايام ل 12 يوم جوه الدم بتاع حضرتك. طيب بعد كده بتروح فين؟ بيقول لك بيحصل لها فاجوزايتوسيس بالمايكروفاج اللي موجوده جوه السبلين. تمام؟ نعيد تاني على البلاتليتس بسرعه. دي عباره عن ايه؟ عن سمول راوند اور اوفال ديسك، القطر بتاعها من 2 ل 4 مايكرون، بتساعد على توقف الدم وليها بعض الوظائف المناعيه، هيموستاتيك اند ديفنس ميكانيزم. تمام كده. بتتكون فين؟ في البون مارو. الكاونت بتاعها من 150,000 ل 400,000 لكل مايكرو لتر. بتقعد قد ايه في الدم عند حضرتك؟ من 8 ل 12 يوم جوه الدم عند حضرتك. بيحصل لها بعد كده فاجوسايتوزيس بالمايكروفاج اللي موجوده جوه الاسبلين. تمام كده. اقلب السلايد. هنتكلم في السلايد ده ان شاء الله عن حاجه اسمها الهيموستيزيس. الهيموستيزيس ده عباره عن توقف الدم، ودي كانت وظيفه من وظائف البلاتليتس. بيقول لك يا سيدي ان الهيموستيزيس ده هو بريفنشن اوف بلاد لوز يا اما ستوبج اوف بليدنج. انا بمنع فقد الدم يا اما بوقف النزيف. ده التعريف بتاع الهيموستيزيس. امتى؟ لما بيحصل قطع في البلاد فيزل. الهيموستيزيس ده بيحصل بميكانيزم مكون من 3 خطوات. لما بيحصل اول حاجه قطع في البلاد فيزل، بيحصل كونتراكشن في المكان اللي حصل فيه قطع علشان اضيق المكان اللي حصل فيه قطع. ادي كده اول حاجه. تاني حاجه ببتدي اجمع البلاتليتس والزقها في المكان اللي حصل فيه قطع ده، فبكون حاجه اسمها بلاتليتس بلاج. تمام كده. بعد كده بجيب خيوط اسمها فيبرين وبلزقها على البلاتليتس دي عشان تجمعها لي مع بعضها. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بلاد كلوتنج. نقول تاني، اول حاجه بعمل ايه؟ فاسكولار سبازم او كونتراكشن. تاني حاجه بكون بلاتليتس بلاج. تالت حاجه بعمل كواجيوليشن او بجمع الفيبرين، خيوط الفيبرين دي، واجمع بيها البلاتليتس. نقول بقى السلايد تاني بسرعه كده. ايه هو الهيموستيزيس؟ الهيموستيزيس ده اللي هو توقف الدم. بعمل بيه بريفنشن اوف بلاد لوز يا اما ستوبج اوف بليدنج. الميكانيزم بتاعه مكون من 3 خطوات. اول حاجه بعمل كونتراكشن او سبازم في المكان اللي حصل فيه قطع ده. تاني حاجه بكون بلاتليتس بلاج او بجمع البلاتليتس وبلزقها في المكان ده.
تالت حاجه بجيب الفيبرين وبلزق بيه البلاتلتس اللي اتجمعت دي، فبعمل بلاد كلوت او كواجيوليشن اللي هو التقلط. تمام كده، يلا اقلب السلايد. اتفقنا في السلايد اللي فات ان في حاجه اسمها الهيموستيزيس اللي هي توقف الدم، وعرفنا انها بتحصل على ثلاث خطوات: الفاسكولار سبازم او الكونتراكشن، تاني خطوه البلاتلتس بلاج، تالت خطوه هي البلاد كلوت، بتكون لي بلاد كلوت. طيب هنبدا باول خطوه عندنا وهي الفاسكولار سبازم او الكونتراكشن اوف بلاد فيزل، يعني انقباض للاوعيه الدمويه. بيقول لك يا سيدي اول ما بيحصل قطع عندك في البلاد فيزل بيبتدي انه يعمل كونتراكشن. ليه بيعمل كونتراكشن؟ علشان سببين: يقلل تدفق الدم في البلاد فيزل ده، فبيقلل كميه النزيف اللي ممكن تحصل. تاني حاجه علشان يقلل لي مكان الجرح ده. طيب الكونتراكشن ده بيحدث نتيجه ايه؟ ممكن يكون السبب نيرفس ريفلكس. اول ما بيحصل جرح عندك بيبتدي النيرف اللي موجود او اللي بيغذي البلاد فيزل ده يحس بالجرح ويبعت اشاره للمخ، فالمخ بيبعت له اشاره انه ينقبض. تاني حاجه عندي هي اللوكال مايوجينيك، ممكن يكون ناتج اصلا من السموث ماسل اللي موجوده في البلاد فيزل انها بتعمل لوكال مايوجينيك كونتراكشن. طيب اول ما بيحصل جرح عندك بتبتدي البلاتلتس تتجمع وبتضغط لي على البلاد فيزل فبتعمل كونتراكشن، وده تالت سبب. تمام كده. طيب بيقول لك يا سيدي ان اول ما البلاتلتس بتتجمع بتفرز لي حاجتين، اول حاجه اسمها ثرومبوكسان A، ثرومبوكسان A والستراتونين. الاثنين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا لوكال فاسكولار سباسم، يعني بيعملوا كونتراكشن، بيستمر يا سيدي من دقايق لساعات، ممكن يوصل لساعات لحد ما يبتدي تتكون البلاتلتس بلاج، وبعد كده يحصل ايه؟ البلاد كلوت. تمام، نعيد تاني بسرعه بقى ايه على الفاسكولار سباسم. بيقول لك يا سيدي بمجرد ما يحصل قطع عندك في البلاد فيزل بيحصل كونتراكشن. ليه؟ علشان اقلل البلاد فلو. الكونتراكشن ده ممكن يكون ناتج عن نيرف لوكال مايوجينيك، ممكن يكون ناتج من ايه؟ من البلاتلتس اللي بتتجمع. اول ما البلاتلتس بتتجمع بتفرز لي حاجه بتعمل لك فازو كونستريكشن. ايه هي الحاجه دي؟ ثرومبوكسين A 2، وفي عندك السيروتونين. الاثنين دول بيعمل لك فازو كونستريكشن، ممكن يوصل لساعات. ليه؟ عقبال لما تلحق تكون البلاتلتس بلاج، وبعد كده تكون الكواجيوليشن، وساعتها لما يحصل الكواجيوليشن بيتوقف عندك النزيف. تمام، يلا قلب السلايد. طيب هندخل على تاني خطوه من خطوات الهيموستيزيس وهي فورميشن اوف بلاتلتس بلاج. بيقول لك يا سيدي يوم ما تكون البلاتلتس معديه وتلاقي في جرح وتحتك بيه بيحصل لها اكتيفيشن. تمام كده. تمام، بيحصل ايه لما يحصل لها اكتيفيشن؟ قلت لك بيتغير الشيب بتاعها. تاني حاجه بتبقى ستيكي، بتلزق، بيطلع لها حاجه شبه الصوابع كده. الصوابع دي بتساعد لك على البلاتلتس ايه؟ ادهيجن، اللي هو التصاق البلاتلتس. بيقول لك كمان بيحصل لها اكتيفيشن. طيب لما بيحصل لها اكتيفيشن بتعمل ايه؟ بتنتج لي ثلاث حاجات: الاي دي بي والثرومبوكسين اي 2 والستراتونين. بيقول لك ان الثلاثه دول بيساعدوا على الاكتيفيشن بتوع الايه؟ البلاتلتس اللي لسه ما حصلهمش اكتيفيشن. تمام، فبتجمعهم لي، تعالوا، فايه بتنادي لك عليهم وبتجمعهم لي وبتخليهم يمسكوا في بعضيهم، فبيكون لك حاجه اسمها ايه؟ بلاتلتس اجريجيشن، وساعتها البلاتلتس بلاج بتبتدي تتكون. بيقول لك في المرحله دي ممكن تساعد على توقف الدم لما يكون الجرح صغير. طيب لو الجرح كبير هتعمل ايه؟ لو الجرح كبير جدا بقى بيقول لك ان البلاتلتس دي هتنتج لي نفس المواد اللي كانت بتنتجها في الاول، اللي هو الاي دي بي والثرومبوكسين اي 2 والستراتونين، بالاضافه الى الكالسيوم، وبتنتج لي شويه بروتينات كده من الدي جرانيول اللي موجوده جوه البلاتلتس اسمها كلوتينج فاكتور. اسمها ايه؟ كلوتينج فاكتور. الكلوتينج فاكتور دي بتساعد لي على توقف الجروح الكبيره. تمام، نقول تاني. بيقول لك يا سيدي يوم ما الريسبتور اللي موجود على البلاتلتس تحتك او تلامس السطح اللي هو المتعور ده بيحصل ايه؟ بتتغير شكلها، بتبقى ستيكي، بيطلع لها صوابع. تمام، والصوابع دي بتساعد لك على ايه؟ بتساعد لك على البلاتلتس ادهيجن. بيقول لك ساعتها كمان برضو بيحصل اكتيفيشن البلاتلتس، ولما يحصل لها اكتيفيشن بتطلع لي ماده اسمها اي دي بي، ثرومبوكسين اي 2 والستراتونين. بيقول لك ان الثلاثه دول بيعملوا اكتيفيشن للتانيين وبيجمعهم لي حوالين بعضيهم وبيكون لي ايه؟ بلاتلتس اجريجيشن، وساعتها بيكون البلاتلتس بلاج اتكونت. بيقول لك ده
لحد هنا ممكن الخطوة دي تساعد لي على توقف الدم لما يكون الجرح صغير. طيب لو الجرح كبير، بيقول لك لا، لو الجرح كبير هتنتج لي 3 مواد اللي هو الاي دي بي والثرومبوكسين اي 2 والسيراتونين، وتطلع لي كالسيوم، وتطلع لي شوية بروتينات اسمها كلوتينج فاكتور. تمام كده؟ يلا اقلب السلايد. طيب هندخل على اخر خطوة عندنا في الهيموستيزيس، وهي فورميشن اوف بلاد كلوت او تكوين الجلطة. بيقول لك بعديها بكام ثانية كده من الجرح بتبتدي تكون الجلطة علشان توقف لي الدم اللي بينزف. طيب العلماء فسروا تكوين الجلطة ده لسببين أساسيين: intrinsic factor أو intrinsic pathway و extrinsic pathway. بيقول لك الانترنسيك pathway ده بيحدث لما يجي بلاتلتس تلامس سطح خشن. انت لما بتتعور او بتتجرح البلات فيزل ساعتها بتبقى خشنة عند حضرتك، فالبلاتلتس بتلامس الجزئية دي وبيحصل لها اكتيفيشن وبتكون لك جلطة. طيب انا عايز اجرب الموضوع ده في المعمل. بيقول لك انت لو حطيت شوية دم في تيست تيوب، التيست تيوب من جوه خشنة، فلما الدم يلامس السطح الخشن ده بيحصل له كواجيوليشن. تمام كده؟ طيب هندخل على تاني سبب وهو الاكسترينسيك باسوي. بيقول لك لما بيحصل دامج عندي في البلاد فيزل، الكونتنت اللي جوه السيل بتاعت البلاد فيزل دي بتطلع في الدم، فبتبتدي تلامس البلاتلتس ويحصل لها اكتيفيشن. لما يحصل اكتيفيشن للبلاتلتس في الاخر خالص هيكون لي البلاد كلوت. طيب بيقول لك في الحالتين دول انا عايز احصل في الاخر خالص على حاجه اسمها ثرومبين. الثرومبين دي عباره عن كلوتنج فاكتور 2. بيقول لك ان الثرومبين دي يا سيدي بتدخل على حاجه اسمها فيبرينوجين. الفيبرينوجين ده الكواجيوليشن او الكلوتنج فاكتور نمبر 1. بيقول لك يا سيدي ان الفيبرينوجين ده بيتحول لحاجه اسمها فيبرين. الفيبرين ده ما بيدوبش في الدم. طيب ما بيدوبش في الدم فهيكون لي كلكعه كده او كواجيوليشن. بيقول لك يا سيدي ان المين كونستيتوانت اوف كلوت هو الفيبرين اللي عندي ده. يبقى الكواجيوليشن دي قايمه على حاجتين: الفيبرين، تاني حاجه البلاتلتس. يبقى اول حاجه عندي بتكون الكلوت هي الفيبرين. الفيبرين دي جايه منين؟ جايه من حاجه اسمها فيبرينوجين حصل لها اكتيفيشن بالثرومبين. تمام كده؟ نعيد تاني. لما بتتجرح بعديها بكام ثانيه بتكون بلاد كلوت. البلاد كلوت قائمه على تو باسوي. اول باسوي انترنسيك فاكتور او انترنسيك باسوي، لما الدم عندك بيلامس سطح خشن بيحصل اكتيفيشن للبلاتلتس. طيب لما نجربها في المعمل بحط شويه بلاد في التست تيوب فبيحصل كواجيوليشن. طيب بالنسبه لتاني خطوه هو اكسترنسيك باسوي، بيقول لك يا سيدي لما بيحصل دامج في البلاد فيزل، الكونتنت بتاعت السيل بتاعت البلاد فيزل بتطلع بتلامس البلاتلتس بيحصل اكتيفيشن للبلاتلتس. طيب في الاخر خالص في العمليتين دول بيحصل ايه؟ بيكون لي حاجة اسمها ثرومبين اللي هو كلوتنج فاكتور رقم 2. الثرومبين ده بيروح لحاجة اسمها فيبرينوجين بيعمل لها اكتيفيشن بيكون لي الفيبرين. الفيبرين ده ما بيدوبش، والفيبرين ده هو المين كونستيتوانت للكلوت. تمام كده؟ اللي بالسلايد ان شاء الله في السلايد دي هنشرح الميكانيزم بتاع فورميشن اوف كلوت، تكوين الجلطة. في الاول خالص يا سيدي بيبقى في حاجة عندي اسمها بروثرومبين بيحصلها اكتيفيشن وبتبقى ثرومبين. تمام كده؟ تمام. الثرومبين ده قادر ان هو يحول لك الفيبرينوجين اللي هو بيبقى سوليبل في الدم لحاجه انسوليبل اسمها فيبرين. طيب الفيبرين ده في الاول خالص بيبقى مونيمر، يعني واحد بس بيتجمع مع بعضه وبيكون لي فيبرين فايبر. الفيبرين فايبر دي بتتجمع برضه مع بعضها وبتكون لي حاجه اسمها كروس لينكد فيبرين فايبر. دي تبقى شبه الشبكه كده، بتمسك في البلاتلتس وبتقدر تكون لي الكلوت. تمام كده؟ نعيد تاني بسرعه. يبقى انا عندي حاجه اسمها بروثرومبين حصل لها اكتيفيشن للثرومبين. الثرومبين ده بيحول لك الفيبرينوجين للفيبرين. الفيبرين ده ما بيدوبش في البلد. تمام؟ بيتجمع مع بعضه بيكون لك الفيبرين فايبر. الفيبرين فايبر ده بيتجمع برضه مع بعضه وبيكون لك حاجه شبه الشبكه اسمها كروس لينكد فيبرين فايبر. تمام كده؟ اقلب السلايد. طيب هندخل بقى على اخر حاجه عندنا وهي الكلوت ريتراكشن. خلاص الجلطه اتكونت بس للاسف بتكون ضعيفه،
فبيقول لك انا هقرب البلاتلتس من بعضيها والفيبرين من بعضه، وبالتالي هقوي الجلطه دي. تمام، انا عشان اقرب الحاجات دي من بعضيها لازم اطلع السائل اللي ما بينها. فبيقول لك السائل اللي بيطلع ده اسمه ايه؟ اسمه سيرم. فبيقول لك ايه هو السيرم ده؟ بيقول لك ان السيرم ده شبه البلازما في كل حاجه، بس ما فيهوش الكلوتينج فاكتور، لان الكلوتينج فاكتور انا استخدمتها في تكوين الجلطه. تمام، فبيقول لك ان السيرم ده ما بيقدرش ان هو يعمل كلوتينج، وبيقول لك ان المسبب الرئيسي للكلوت ريتراكشن او انكماش الجلطه ده هو ايه؟ هو البلاتليتس. تركز في الجزئيه دي، ايه المسبب الرئيسي للكلوت ريتراكشن؟ هو البلاتليتس. تمام، نعيد عليها بسرعه. بيقول لك بعديها بحوالي 20 دقيقه ل 60 دقيقه بتبتدي الجلطه تنكمش وبتطلع السيرم. السيرم ده هو بلازما بس ما فيهوش كلوتنج فاكتور، وبالتالي مش هيقدر يعمل كلوت اللي هي الجلطه. فبيقول لك يا سيدي ان البلاتليتس دي هي اللي بتحفز عمليه الكلوت ريتراكشن. تمام كده، يلا اقلب السلايد. طيب سريعا كده بس هنقول كام معلومه. بيقول لك لما الوايت بلاد سيلز عددها يزيد هيسبب لك اللوكيميا. طيب لما يقل هيسبب لك حاجه اسمها ليكوبينيا. بيقول لك ان معظم مكونات الدم بتتكون فين؟ في البون مارو. في حاجه عندك اسمها التي سيلز. التي سيلز دي هي اللي بتعمل اكتيفيشن لبقيه الوايت بلاد سيلز، فتعتبر هي الباك بون بتاعه الاميون سيستم. في عندك مثلا مرض زي الايدز بيبدا ان هو يكسر لك التي سيلز، فعلشان كده بتلاقي ان الشخص بتاع الايدز ده عنده نقص في مناعه. ليه نقص مناعه؟ علشان التي سيلز عنده بايظه، فبتلاقي عنده مشكله كبيره جدا لان الجسم مش قادر يهاجم الايدز فيروس. تمام كده، تمام. بعد كده الدكتور قال لك في فرق ما بين الانتي كواجولانت والثرومبوليتيك. الانتي كواجولانت ده بيمنع تكوين الجلطه من الاساس، لكن الثرومبوليتيك بيحللها بعد ما هي اتكونت. الانتي كواجولانت فيها عندك حاجات ان فيفو، يعني بتتاخد بالبق اورالي مثلا او اي في، يعني بتدخل جوه جسمك. شبه ايه كده؟ شبه الهيبارين. ده بيمنع البروثرومبين، بيمنع سوري الثرومبين ان هو يتكون، وده بيتاخد اي في. في عندك حاجه شبه الكومارين، مثال عليها الورفيران، وده بيمنع الفيتامين كي سينثيسيس، بيمنع الريدكشن بتاعته. طيب في عندك برضو الاسبرين. الاسبرين ده بيمنع ايه؟ الانتي بلاتليتس اجريجيشن، بيمنع تجمع البلاتليتس. طيب في حاجات انفيترو بتتحط على العينات بس، شبه ايه كده؟ شبه الصوديوم ستريت والصوديوم اوزاليت. طيب بالنسبه بقى للثرومبوليتيك، الثرومبوليتيك ده بيكسر الفيبرين عن طريق انزيم اسمه ايه؟ عن طريق انزيم اسمه الاستريبتوكاينيز، بيعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها البلازمين، فبيبدا ان البلازمين ده يكسر في الفيبرين، وبالتالي بيقدر ان هو يكسر في الكلوت. تمام كده، تمام، خلاص كده البلاط خلص ان شاء الله. يعني نقدر نخلص المنهج على خير. اتمنى ان هو بس يكون الموضوع سهل بالنسبه لك، ما اكونش بطول عليك. يعني انا لسه ما حولتش مثلا الباوربوينت اللي عندي ده فيديو، بس اتوقع يعني ان هو هيعمل حوالي ساعة، ساعة وتلت، حاجة كده، مش هيزود عن كده ان شاء الله. فالموضوع بيبقى سهل، احسن ما تروح وتتشحطط وتدفع مثلا مواصلات وفي الاخر خالص الدكتور ما يجيش. انا عامة ما بحبش انزل كورسات، يعني حبيت لو انزل هنزل بس مراجعات في الاخر خالص كده، او كوندنسد هنزل، وهنزل معايا حد كمان ان شاء الله، احتمال احتمال اه واحتمال لا. بس كده اتمنى ان يعني اكون ايه، قدرت ابسط لك الموضوع، ما يبقاش برضو ايه الموضوع بالنسبة لك رخم. لو سمعت الفيديو ده او خلصته يعني هتروح تحجز السيستم التاني. عامة يعني انت ممكن تحجز السيستم في اي وقت، انا ما عنديش اي مشكلة، بس انا يعني بتأخر علشان بشوف في عدد حجز ولا لا. انا اهم حاجة يبقى في ناس اعمل لها الشغل، مش مهم الفلوس، مش مهم خالص. يعني انت حتى لو معكش قول له انا معايا دول وسيبهم له عادي، مش مشكلة. قول له الدكتور قال لنا كده، خلي بالك الناس اللي حجزت السيستم ده في ميعادها هتاخد السيستم التاني مني ببلاش، هدية يعني، مش ببلاش، ده هدية مني ليكم. زي ما قلت لك ان انت لازم تستجيب بس الموضوع بسرعة كده، ما تتأخرش عليا علشان اعرف هسجل ولا مسجلش. تمام، يلا اقلب السلايد.